مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد من أيام البيت الكبير. إن شاء الله النهاردة في البرنامج بتفاصيل، وإن شاء الله أكيد بنتابع كل أخبار فرقتنا، فرقة النادي الأهلي بعد الفوز بنتيجة رائعة 3-0 على المريخ، وكمان الاستعداد للمباراة اعتقادي كمان الأهم في المجموعة، مباراة سيمبا التنزاني. إن شاء الله النادي الأهلي بيستعد للسفر بكرة بإذن الله لتنزانيا لمقابلة سيمبا التنزاني إن شاء الله يوم الثلاثاء اللي جاي. لكن ما فيش شك إن كان فوز النادي الأهلي فوز مهم جدا جدا. أولا مشوار بداية العشرة الأهلي بتفوق كاسح بنتيجة 3-0 على فريق كبير زي فريق المريخ، بيدي ثقة لاعبتنا، وبيدي كمان إنذار شديد اللهجة لفرق المجموعة، وعلى رأسها طبعا سيمبا بعد ما حقق المفاجأة الكبيرة وفوزه على فيتا كلاب 1-0. إن شاء الله تفاصيل حلقتنا كلها هخلي زميلتي سهام هي اللي هتقدمها. مساء الخير يا سهام. مساء الخير يا كابتن هاني، مساء الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. جمهور النادي الأهلي أهلا بيكم، وحلقة نهاية الأسبوع يمكن اخر حلقه في نهايه الاسبوع قبل ما فريقنا يسافر ان شاء الله بكره على تنزانيا. ان شاء الله يوم الاحد هنكون معاكم ونتابع كل اخبار فريقنا هناك بتقارير خاصه، لقاءات اكيد هتكون معانا من هناك، وزي ما عودناكم هننقل ليكم كل كبيره وصغيره تخص الفريق. النهارده الدنيا تلج جدا زي امبارح بالظبط، يمكن في حتى يعني تلج نزل في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين وفي ليبيا، في موجة برد شديدة وقارسة جدا الحقيقة. أعتقد أن ذروتها يعني ما عرفش تنتهي النهاردة بكرة، بس يعني ربنا يسلم. تاني بنقول أي حد ما عندوش حاجة مهمة ياريت يلتزم، بيته أفضل عشان الكورونا. واضح أن زيادة الأعداد يعني مرتبطة لحد دلوقتي بفصل الشتاء، لأن النهاردة احنا متعايشين مع الكورونا يمكن فصلين شتاء وصيف، الشتاء اللي فات والشتاء ده والصيف طبعا اللي فات. فيعني كلنا نخلي بالنا. نفكر حضراتكم بضيوفنا اللي مشرفينا النهاردة في الفقرة الأولى. هنتابع طبعا مع واحد من الناس اللي جم من نيجيريا، والحقيقة كان ممكن رحلته أو مشواره ينتهي مع النادي الأهلي بعد سنتين ثلاثة أربعة، لكن هو الحقيقة اختار أنه تكون وجهته مصر على طول والنادي الأهلي على طول. وأعتقد كمان أنه عمره اللي جاي أعتقد أنه يفضل يعني يفضل فيه انه يكون متواجد هنا في بيته، بيت النادي الاهلي. النيجيري الكبير اسحاق اول لاعب النادي الاهلي السابق يكون مشرفنا، والمدرب طبعا الحالي في قطاع الناشئين في النادي الاهلي جيل 2003، والنهارده يمكن كمان يعني من جيل 2003 او يعني الفريق اللي بيدربه كابتن اسحاق اول مختارين فيه اعتقد 2 أو 3 لعيبه عشان يشاركوا في منتخب جيل 2003، فدي حاجة مهمة جدا جدا. ودايما النادي الأهلي هو اللي بيمد المنتخبات الوطنية بأبناء النادي الأهلي في المقام الأول. الفقرة الثانية إن شاء الله يكون مشرفنا 2 من نجوم الكبار طبعا الرياضيين والمحللين والمدربين أصحاب الخبرة، كابتن الكبير فتحي نصير والكابتن رمضان السيد. والكباتن الكبيرة طبعا هنتكلم معاها عن بطولة الدوري الممتاز، ظهور النادي الأهلي الأول في بطولة أفريقيا، وغيرها من الموضوعات المهمة اللي هنناقشها معاكم هنا في البيت الكبير. ومنتظرين مشاركتكم وتفاعلاتكم مع البرنامج في سؤال حلقتنا النهاردة. النهاردة بنطرح سؤال على انستجرام وفيسبوك وتويتر. السؤال ده بيقول ايه؟ زي ما انتم شايفين على الشاشه بيقول: هل تفضل استمرار محمد صلاح مع ليفربول ام رحيله بنهايه الموسم؟ تعتقد ايه يا كابتن هاني؟ يعني اعتقد ان محمد صلاح في مشواره الاخير مع ليفربول، اعتقد انا لو مكان محمد صلاح اتواجد لوجهه جديده، وخاصه ان صلاح ينكسر كل الارقام القياسيه بالنسبه للبريمير ليج، اعتقد بيجدد طموحاته. يمكن انا مر عليا ظرف مع طبعا فوارق مشابه مع الفارق طبعا، محمد صلاح بيلعب في ليفل يمكن اعلى ما كنت بلعب فيه طبعا، لكن كان في وقت من الاوقات كنت الحمد لله متالق مع كازاز لاوتن، وجالي عرض من جنوا الايطالي. جنوا الايطالي مش طبعا مش من التوب تيم في في في, في, في
إيطاليا. إيطاليا. لكن يعني فضلت أن أنا أكمل مشواري في ألمانيا نتيجة حاجات كتيرة جدا، أن الناس عرفتني، كنت خايف شوية من تجربة جديدة وإيطاليا اللعب مختلف شوية. لكن لو رجع بيا الزمن أنا هقول أن أنا كنت أروح إيطاليا، لأن تجديد الطموحات ده من سمة يعني من سمة اللعيبة الكبار قوي. محمد صلاح أعتقد يعني مع ليفربول ومن خلال البريمير ليج بيقدم عروض اكتر من رائعه، بيكسر كل الارقام القياسيه على مستوى التهديف على مستوى الاداء. وارد جدا ان ممكن صلاح وجهته السنه الجايه تكون احد الانديه الكبرى كمان، واعتقد برشلونه بعد شويه نتيجه يعني نتيجه المشاكل اللي فيه، لكن عنده ريال مدريد، عنده كمان بعض الفرق الكبيره اللي مهتمه بمحمد صلاح. ايه افضلها برشلونه ولا ريال مدريد؟ برشلونه في الوقت الحالي هيبقى صعب جدا، يعني برشلونه في بدايه عهد جديد، السنه اللي جايه في مارس او السنه دي في مارس اللي جاي في انتخابات، الامور ماشيه بشكل بيحاولوا يجددوا فريق. محمد صلاح محتاج فريق زي ليفربول، بيروح بفريق بيلعب اولا اكيد تشامبيونز ليج، لكن فريق توب يعني متكامل. اعتقد ريال مدريد ممكن يكون الأنسب بس لمحمد صلاح. اغلب التقارير فعلا بتتحدث عن عدم استقرار محمد، انه يعني هو دلوقتي مش في افضل حالاته حتى النفسيه في ليفربول، بالرغم من عدم يعني الحالات النفسيه مش مأثره على المستوى الفني بشكل كبير، لكن عامه ليفربول مش زي السنه اللي فاتت. تأخروا في البريمير ليج يمكن بعدد نقاط كبير جدا جدا. الحالة المزاجية ليورجن كلوب، بعض المشاكل، الأداء مش جيد في بعض الأحيان، فبتحس إن في توتر شوية في أداء ليفربول. لكن مش ده السبب، أعتقد السبب ممكن يكون طموحات جديدة لمحمد أكبر. صلاح إنه عايز يعمل خطوة جديدة، يلعب في دوري ما لعبش فيه قبل كده، مختلف، كرة مختلفة، طموحات جديدة. فنتمنى له كل يعني التوفيق. ليه يعني بايرن وانت مصري ألماني يعني ليه ما طرحش؟ ما هقول لك البايرن ليه، لان سعر محمد صلاح هيفوق ال 100 مليون يورو، ده اكيد. البايرن والكالتشر بتاع الانديه الالمانيه مختلف عن يمكن التوب تيمز في اوروبا كلها، ما بيدفعوش المبالغ الكبيره ديت، يعني ما فيش مبلغ يدفع 80 90 100 مليون. يعني لو نرجع بصفقات البايرن في السنين اللي فاتت، ما فيش لعيب راح ب 120 مليون او 100 مليون. هم بيعتمدوا بشكل كبير جدا على اللاعب الالماني اولا، بيصنعوا طريقته مختلفه في اللعب، مش طريقته لا، يعني محمد صلاح لو راح في الدوري الالماني هيكسر الدنيا، لكن بكلم البايرن بالنسبه للصفقات الكبيره الارقام الكبيره ال 150 مليون وال 120 مليون، اعتقد لا تناسبه من ناحيه انه معهوش فلوس، لا تناسبه من حيث المبدا، من حيث كلتشر الالمان، ان حتى على التوب تيم ما بياخدوش الارقام الترانسفير العالي قوي دوت. حتى لما يعني كان في حوار مع رومينيجا رئيس البايرن، وكان بيتكلم على العقد الخيالي لميسي، فكل اللي قاله ايه؟ هو كل اللي قاله انا مبسوط له يعني ساعد له ان هو، لكن الارقام دي مش ما عندنا يعني ما تناسبناش، لا ما تناسبش يعني مش على مستوى ان هم معهمش، لكن على مستوى الكالتشر الفكر. ممكن يقول لك لا انا ممكن جدا يعني مثلا هنيجي من خلال برنامجي على هالاند، ده لعيب دنماركي جه من فريق بروسيا دورتموند دفع فيه 50 مليون وكان رقم كبير جدا بالنسبه له، لكن دلوقتي وصل ل 150 مليون. فخلينا نتكلم خلينا نتكلم ان انتقال صلاح اعتقد هيبقى للليجا او للدوري الاسباني، ان شاء الله ربنا يوفقه ويكون ريال مدريد يعني يا رب ان شاء الله. بس الحقيقه يعني سهام خليني اكلم الساده المشاهدين على موضوع يمكن متاخر شويه، يمكن من خلال مباراه الاهلي والمريخ خلينا نتكلم ان كل واحد في عمليه اسمها عمليه تخصص. التخصص على مستوى كل الشغل في العالم التخصص مفيد جدا واحترافي جدا. يعني بنتكلم على حكم مهمته في الملعب معروفه، لاعب مهمته في الملعب معروفه، مدرب، مدير فني، كل الانظمه دي. كمان على مستوى التعليق، على المستوى التعليق لازم يكون كمان في فريم، في حدود لمستوى التعليق. انت بتعلق حضرتك على مباراه بتتكلم عليها من خلال المشاهد اللي بتشوفها، بتتكلم جزء ممكن تتكلم فني، بتعلق على مشاهد فنيه داخل المباراه، فريقين بيلعبوا بعض. لكن بعض المعلقين للاسف والمسمين المعلقين الكبار، انك تخش في خناقه مع لعيب عمل شوح لزميله او مشوح، ده مش مشكله حضرتك. اللعيب اللي بيتكلم، ويعني حضرتك لو كنت لعبت كوره قبل كده عارف ان الحاجات ديت بتحصل في التمرين وانا بشد مع زميلي واللعيب متحمس، لكن يجي التعليق انك بتقول لا ده انت لو عملت كده لا انا هفتح لك القديم والجديد،
الاسلوب غريب جدا واسلوب اعتقد لا يمت للاحترافيه بصراحه. وبعد كده لعيب النادي الاهلي، لا لعيب النادي الاهلي مش لعيب صغير، لعيب النادي الاهلي اللي عنده اداره محترمه. كابتن سيد عبد الحفيظ بيعمل ايه؟ مدير الكوره واحسن مدير كوره في مصر بيعمل ايه لما حضرتك هتقيم او هتقوم سلوك لاعب؟ امال ادارتنا بتعمل ايه؟ امال جمهورنا بيعمل ايه؟ لو لعيب في الملعب النادي الاهلي شايف انه خرج عن الحدود، اول واحد هتلاقي كابتن سيد عبد الحفيظ والمدير الفني هو اللي بيقول. وانك بتقول ان انا بقيم اللعيب وقيمه لصالحه، الكلام دوت خارج نطاق خدمه حضرتك، ان انت معلق على مباراه، انت بتقول مباراه على المستوى التعليق. لكن التعهد والتوعد لهذا اللاعب، اصل لو عملت بعد كده لا انا هفتح لك الدفاتر القديمه. ازاي معلق محترم عنده خبرات كبيره جدا جدا في الاعلام يقول هذا الكلام؟ واحنا هنا في قناه النادي الاهلي بندافع على لعيبتنا، بندافع على اي حد ينتمي لكيان النادي الاهلي. وحضرتك كده ما يعني ما بتغلطش في كهرباء، لا ده حضرتك بتغلط في الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، بتتكلم على مجلس اداره، بتتكلم على مدير فني، بتتكلم على جماهير. خلينا نتكلم باحترافيه. اللي بيقيم لعيبه النادي الاهلي بيقيم سلوكهم، بيقيم ادائهم، بيقيم تغييراتهم، هو المسؤول عن ده المدير الفني كابتن سيد عبد الحفيظ، مجلس الاداره برئاسه الكابتن محمود الخطيب. فارجو من الناس انها يعني تحترف بمعنى اللغه. انت مذيع رائع ومحلل رائع، ولكن على مستوى التعليق لازم تكون في هذا الاطار، وخاصه مع ابناء النادي الاهلي، لان في مواقف قبل كده او بعديها في موقف بعد كده مع نادي اخر المعايير اتغيرت. فارجو ان احنا هنا بندافع لعيبتنا، لما بيكون في حاجه غلط لازم نقف في ظهر لعيبتنا ولو كهربا غلط. وخلي بالك الحاجات دي بتحصل في التمرين. كلم عمرو السوليه، عمرو السوليه راح منرفزه وراح عامل كده، دي نرفزه ملعب ودي حرقه النادي الاهلي، كل واحد عايز يبقى كويس. كهربا نفسه يقدم احسن حاجه، عمرو السوليه شاف ان كهربا لا لازم كهربا تعمل كده، هي دي روح النادي الاهلي اللي جوه الملعب. بعد المباراه وهتلاقي بيبوسوا بعض والموضوع انتهى. حصل ولو حصل في اي حاجه حصل النهارده ما بتحصلش. ان وبعد كده في مدير كوره بيقيم وفي مدير فني بيقيم وفي مجلس اداره بيبص. فارجو الموضوع يعني ما ياخدش اكبر من حجمه. احنا بنتكلم لمصلحه لاعبتنا، بنتكلم كمان للصالح العام. الراجل اللي بيعلق على المباراه خليه في الجزء الاحترافي اللي هو عارفه كويس، التعليق بالنكت الحلوه بالهزار الحلو كل ده مقبول، لكن على مستوى لاعبتنا لا، لاعيبه النادي الاهلي خط احمر. طيب احنا بس عشان موضوع الدفاتر القديمه دي، احنا لحد دلوقتي مش عارفين ايه هي نوع الدفاتر. وانا كان نفسي لما كابتن كبير زي الكباتن الكبير او المعلقين الرياضيين والاعلامي الحالي لما يقول الدفاتر القديمه، فكنت لازم تكمل الجمله وتقولي ايه هي الدفاتر القديمه وتطلع. لا يعني بالمره بقى، ما انت بالمره ما يصحش يقول حتى الدفاتر القديمه. انت قلت الدفاتر القديمه، كمل الكلام للاخر علشان تعرف انت هنا تطلع وترد ونعرف مع حضرتك ايه هي الدفاتر. وده كان ده نوع من التهديد علشان نعرف برضو يعني احنا بنشتغل ايه يعني اعلام ولا ايه بالظبط، ايه اللي بيحصل يعني. خلينا برضو نطلع من الجزئيه دي. احنا كل اللي بنقوله الاحترافيه، انا بخص الاحترافيه وخاصه اي لعيب للنادي الاهلي، محدش يمس لعيب من النادي الاهلي بدفاتر قديمه. طب وهتكلم ولو اتكلمت هتزعل، الكلام دوت مش احترافي. انا عمري ما شفت معلق في الدوري الانجليزي او في الدوري الالماني بيقول او الدوري الاسباني بيقول لهازارد يا هازارد خلي بالك ما تعملش كده تاني لحسن. يعني كلام اعتقد خارج السياق الرياضي، خارج السياق الرياضي بالكامل. وزي ما قلنا احنا لاعبتنا عندها اللي بيحميها، عندنا لاعبتنا اللي بيقيمها على المستوى الفني، بيقيموها على المستوى السلوكي. واحنا ما عندناش مشكله داخل الفريق النادي الاهلي. عمرو السوليه وكهربا يعني بعد المباراه بيبوسوا بعض ويهزروا ويضحكوا. واللي ما لعبش كوره صدقوني هو ده النادي اللي بينجح. الفرقه اللي ما عندهاش نائر ونقير وانا اتكلم مع فلان لازم تشد حيلك، لا الكوره دي زي الخرى وهو يقرد، طب اللي جاي احسن. هو ده روح الروح اللي اتعلمناها في النادي الاهلي، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي، ان كلهم قلبهم على قلب بعض. ممكن الومه في الملعب لكن بعد الملعب مفيش اي حاجه. فدي نقطه كان واجب الوقوف عندها، لكن ان شاء الله باذن الله احنا بنحترم الناس كلها وكل الناس على راسنا من فوق، وكل الناس يعني على المستوى المهني اكتر من رائعين. لكن ساعات طبيعي ان ممكن
خروج عن النص شويه، لكن كل الاحترام لكل الناس، ولكن ده مبادئ النادي الاهلي. طيب عندنا موضوع مهم جدا جدا ما ننساش، واحنا برضو يعني بندافع عن لاعبتنا اكيد في المقام الاول، واحنا هنا دورنا اكيد ان احنا ندافع عنهم. لو في اي كلمه او اي اساءه طلعت من بعض الاشخاص او بعض الوسائل، لازم انت هنا تطلع وترد وتدافع. لكن زي ما قلنا دايما، ودايما انا بتعجبني الجمله ديت اللي انا بكررها دايما، ان مش اي حد بنطلع نرد عليه، مش اي حد بيقول اي كلمه ملهاش معنى او عايز يبقى فيها يعني على الترند ولا مش عارف ايه، مش اي حاجه واي هوجه بنطلع نتكلم فيها والسلام ونرد عليها والسلام. عشان كده تعمدنا فعلا امبارح ان احنا ما نردش اي دفاتر قديمه او جديده، فيعني اي حد عايز يطلعها يتفضل يطلعها، واحنا هنا قادرين على الرد. نروح لنجومنا اللي هم، انا دايما في برضو حاجة مهمة جدا برضو، النادي الأهلي علشان كبير دايما العين عليه، ودايما هو اللي بيتقلد، ودايما لما سيرته تيجي أكيد لازم يعني يتبص عليه. ففي النهاردة محاولات التقليل منه أو محاولات حتى أن أنت تقلده أو تتشبه بيه، ده مش مطروح خالص ولا ينفع، ولا صاير ولا يصير ولا ينفع. يعني من الآخر يعني احنا عندنا نجوم كبار قوي 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 النهاردة، حتى يعني لما بتعرض عليهم نوادي كبيرة ولا كذا، عندنا النهاردة نجوم النادي الأهلي زي محمد هاني، محمد الشناوي، حسين الشحات، كلام عن عروض مش عارف الحقيقة من نادي عربي، وعروض لهاني من بروسيا دورتموند الألماني، ودستة أندية كده بتفوض الشناوي. عايز أقول لحضراتكم أن كل الكلام ده برضو لا أساس له من الصحة، والحقيقة في برضو تواصل مع أحد المسؤولين في النادي الأهلي اللي بيأكد لنا النهاردة أنه مفيش المفاوضات دي أو أي عروض لأي لاعب من أي مكان. الأهلي بنى فريق للمستقبل معظمه من صغار السن اللي لسه بيكتسبوا الخبرات، واللي لسه بيحلم انه بيهم يعني يسيطر على الكوره في مصر وافريقيا كمان كام سنه باذن الله. وهم مجموعه الحقيقه متميزه جدا، وزي ما قال لهم الاسطوره كابتن محمود الخطيب قبل كده بعد بطوله افريقيا تحديدا، انه فرحان بيهم وليهم وبالانجازات اللي بيحققوها بالذات الموسم اللي فات. فلان برضو زي ما قال انه افضل مجموعه لعيبه في مصر، ويستحقوا الفتره اللي جايه ان هم يوصلوا للي هم عايزينه ويحققوا طموحاتهم وطموحات جماهير النادي الاهلي. حسين الشحات ده واحد من اللي سابوا العين الاماراتي، نادي عربي كبير جدا، وفضل انه يجي هنا النادي الاهلي. شناوي بيمضي على بياض، احنا عرفنا هنا في النادي الاهلي يعني ايه تمضي على بياض. الوليد سليمان، كل الناس، مين سعد، كل اللعيبه الحقيقه هنا عرفنا معنا يعني ايه انك تمضي على بياض. الكلام ده حقيقي، مش كلام وخلاص. طيب انا ليا تعليق على الكلام دوت، ويمكن خلينا نتكلم، وانا عشت يعني انا عشت جزء من دوت على مستوى المنتخب مصر، يمكن بعد بطوله امم افريقيا 98 فوجئنا ان ناس كتير قوي جالها عروض، والعروض ديت يعني من انديه كبيره جدا. خلينا نتكلم، ده وارد بعد كل بطوله، وخاصه لما بيكون بطوله عالميه زي بطوله كاس العالم للانديه، فيها ايجنت بيتفرج، فيها انديه كبيره بتتفرج، يعني حتى معظم مدربين الدوري الالماني بيتفرجوا على البايرن، وبالتالي اتفرجوا على النادي الاهلي. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي اولا لو في عرض مناسب، وانا عشت القصه ديت، لو في عرض مناسب بيليق باسم النادي الاهلي وبيليق باسم اللعيب، اعتقد مش هيقف قدام اي لعيب. ده انا عشت الكلام دوت بشكل مباشر، وعندك تجربه صح، وعندي تجربه فيه. الجزء الثاني ان الناس برضو ما تفتكرش اللي بتطلع بعض الاشاعات، كل اللعيبه اللي حضرتك قلت اسمهم الشناوي وهاني، كل ده اللعيبه تستحق ان انديه اوروبا تدور عليهم. مستوى الشناوي يأهله انه يلعب في الدوري اي فرقه في اوروبا. محمد هاني بعد الظهور الرائع، ويعني وارد جدا ان يكون في عقود احتراف، لكن الضجه انك عايز تخرج دوت او تخرج اللعيبه عن سياق التركيز شويه، انا باكد لك الكلام ده مش موجود، لان لعيبتنا على مستوى مسؤوليه عارفين الكلام ده كويس قوي. ولو في عرض رسمي من نادي محترم بمبلغ محترم يليق باسم النادي الاهلي، والنادي الاهلي اللي يوافق، ما فيش عندنا لعيب بيخرج بره الاطار الشرعي. جالك عقد بتقدمه للاداره، والاداره هي حره، والله يا شناوي هتقعد، يعني انا بتكلم يعني فرضا، بدي فرضا، لكن ده ما بيحصلش. لعيبتنا مركزه قوي 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 في الفتره ديت، مركزين جدا جدا ان شاء الله في مشوار العشرة، مركزين في الدوري بشكل كبير جدا، والحقيقه عايز اقول انهم بيشتغلوا بشكل احترافي،
والشكل الاحترافي ده على مستوى الاداره من خلال الكابتن محمود الخطيب من خلال الكابتن سيد عبد الحفيظ وعلى المستوى الفني بالاداء الرائع لبيتسو موسوماني. اكيد اكيد النهارده كمان الحقيقه يعني عايزه اقول لحضراتكم للي كمان بيحبوا يرددوا كلام ملوش اي اساس اللي هو من الصحه انه النادي الاهلي النهارده برضه ما بيوقفش في وش طموحات اللعيبه زي ما كابتن هاني قال، يعني طالما انت من خلال القنوات الشرعيه وبما يحفظ حق النادي وحق هذا اللاعب ويكون فعلا عرض مناسب وجيد للاعب ده وللنادي الاهلي اكبر نادي في الشرق الاوسط ونادي القرن الافريقي اكيد اكيد الاهلي مش هيقف في طريقه. لكن الغريب برضو انه الكلام ده يعني زي ما قلنا بيطلع على واحد زي حسين مثلا، احنا كجماهير كلنا عارفين ان حسين يعني عمل ايه علشان يجي برضو النادي الاهلي، هو اقرب مثال ليا يعني، فعشان كده بكرره دايما، بيحب النادي الاهلي قد ايه، مرتبط بيه قد ايه، وضحى بحاجات كتير وكهربا كمان ضحى بحاجات كتير قد ايه كهربا علشان يلعب في فريق زي النادي الاهلي، فريق كبير. والعين بالنسبه لحسين الشحات كان بيعتبر في الصف الاول للانديه الاماراتيه، فمش ممكن يسيب الاهلي علشان يروح اي نادي تاني في الخليج يعني، وبالعقل كده يعني نقطة لا نستوعبها احنا كجماهير الحقيقة. نقطة تانية مهمة برضو خاصة بقى بالمباراة وخاصة بمشوارنا واللي جاي مع فريق سامبا التنزاني، الحقيقة المباراة دي هتكون صعبة جدا لأسباب كتير. أولا انها تتلعب بالنهار في وقت يمكن ما تعودش النادي الأهلي من فترة طويلة انه يلعب فيه، كمان المباراة دي وفقا للي احنا عرفناه من وسائل الإعلام فمتوقع انه يحضر 58 ألف متفرج تقريبا، 58 ألف هيحضر، وده هيشكل أكيد ضغط كبير على لعيبة النادي الأهلي اللي كمان لازم ياخدوا حذرهم وياخدوا بالهم في ظل الظروف دي ويراعوا الإجراءات أكيد الوقائية والاحترازية بسبب الفيروس كورونا. بس يعني احنا كلنا ثقة في أداء اللعيبة وبعد غزو المريخ المحطة الثانية النهاردة في تنزانيا، بكرة الفريق مسافر إن شاء الله على طائرة خاصة مدة الرحلة هتستغرق 6 ساعات، عملوا النهاردة المسحة الحمد لله كلها سلبية، أخذوا التطعيم الخاص بالدول الأفريقية لأنه طبعا الجو هناك يعني الدول الأفريقية مرتبطة ببعض يعني الأمراض، فأخذوا التطعيم الخاص بيها أهو زي ما أنتم شايفين في السود. لازم يجيبوا شكل الإبرة وشكل المسحة اللي بتعمل لي بتعمل لي حالة ذعر الحقيقة. ده تطعيم مهم جدا ده جدا أكيد يعني. طبعا بزمته طبعا قادرة يعني. لا ما هو ياما تشكك يعني الأوبئة المنتشرة يعني في طبعا بغير بص يا عم محب بتحصل له إيه دلوقتي؟ طبعا دي مسحة كورونا، لكن غير مسحة كورونا في مش في وشنا كده، بص في وشي في وشي البسحة دي معلش الله يكون في عونهم، يعني الناس بتتعب جدا حتى قبل المباريات. بص يا كابتن المنافسة يعني مش سهلة طبعا، صعب اكيد ماتش صعب كمان، وكلها طبعا كلنا عندنا طموحات يا ساتر يا رب. بص خلينا نتكلم عقبال ما المسحه ما تخلص. طبعا المساحات دي المساحات مهمه جدا، وزي ما احنا عارفين دايما النادي الاهلي يعني بيحافظ على لعيبته، كمان في بروتوكول على مستوى حتى الاتحاد الافريقي ان المسحه دي بتتم بجانب المسحه، كمان في بعض التطعيمات زي ما احنا شايفين ضد طبعا ده يعني كل لعيبه الكوره عارفين، حتى اللي لعبوا على المستوى المنتخبات على مستوى الانديه اللي بتلعب على المستوى الافريقي، هذه التطعيمات مهمه جدا جدا بجانب طبعا فيروس كورونا. في الدول الافريقيه يعني بتبقى لازم يكون في تطعيمات خاصه بيها، لكن خلينا نتكلم على المستوى الفني والاداء الاكثر من رائع، نخرج منه شويه وقد ايه كنا سعداء بالنادي الاهلي ب يعني ضربه البدايه لمشواره او مشوار العشره يا اهلي بالفوز 3-0 على المريخ. لكن نروح بقى للمدير الفني موسيماني، النهارده الحقيقه كمان كان في تصريحات مهمه جدا لمستر موسيماني في احد البرامج الاذاعيه في جنوب افريقيا، بعيد خالص عن الفنيات، ما تسالش عن الكوره والفنيات و4 4 2 ولا 4 2 3 1، الحوار كله كان حوار مجتمعي تقريبا، اتكلم فيه عن الحياه في مصر وقال يعني بيتكلم بقى على اشكال الحياه في مصر، الاكله المفضله ليه بالنسبه له، وبيتكلم عن الاشياء ايه الاكله المفضله بالنسبه له، كان طبعا اعتقد سندوتش كفته يعني هو اللي قال كده، لكن خلينا نتكلم عن ان هو مفتقد كمان بعض الشيء الحياه في جنوب افريقيا. قال ما يفتقده في جنوب افريقيا المساحه الشخصيه للمدير الفني. خلي بالكم الكلام اللي بيقوله موسيماني يمكن مرتبط شويه بالكالتشر بتاع مصر، ومرتبط كمان بحجم وقيمه وكيان النادي الاهلي. ازاي؟
يعني في معظم الدول الأوروبية حتى لما يكون في أحد المدربين المشاهير، ويمكن موسيماني قال كده مثلا يورجن كلوب لما بيروح مثلا أو بيخرج في ليفربول بيبقى عنده مساحة من الشخصية البرايفسي شوية. في مصر هنا الوضع مختلف، قال إن هو لما بيخرج بيروح أحد المطاعم بيكون معاه ناس، يعني مش هيقول بودي جارد لكن ناس بتحرسه شوية، لأن عارف إن جماهير النادي الأهلي بالملايين في كل مكان، ومن حب جماهير النادي الأهلي الموسيماني بتروح وتسلم عليه وبتقعد. فخلينا نتكلم على الجزئيه ديت، ان اختلاف الكالتشر، واختلاف الكالتشر ما بين ممكن مدرب يستقبله بشكل ايجابي جدا وده اللي بيعمله موسيماني، وفي ممكن مدرب ياخده بشكل سلبي زي ما عمل فايلر. فايلر تقريبا كان عنده نفس المشكله، ان هو بيقول لك انا مش عارف امشي في الشارع. ما انت مش عارف تمشي في الشارع علشان اولا كالتشر نفسه بتاع مصر مختلف عن سويسرا. انت في هناك حتى لو انت نجم كبير في سويسرا بتطلع الشارع بيدوك مساحه بيسلم عليك من بعيد ما بيقربلكش، ده كالتشر ناس يعني ده ثقافتهم. هنا مختلف ليه؟ لانك عندك شعبيه عظيمه جدا جدا، النادي الاهلي شعبيته وجماهيره بالملايين، غير الحب المتبادل ما بين يعني الشعب المصري شعب طيب جدا وحبوب جدا، لما بيشوف موسيماني اكنه شاف رمز من رموز النادي الاهلي اللي بيحبه فبيجري عليه ويسلم عليه. وده قاله فعلا موسيماني النهارده، هو يعني ده اللي مفتقد شويه، هو على الجانب الشخصي شويه، لكن على الجانب الاخر هو سعيد جدا جدا بده، وبالنسبه له كل يوم بيقول انا كل يوم بيمر عليا في مصر حتى لما بخرج او بروح حتى مناطق كميه الجماهير بتدل ان انا بشتغل في كيان كبير جدا، في نادي يعشقه الملايين، وان يعني اكتر من 70 مليون على كلامه، اكتر من 70 80 مليون بيشجعوا النادي الاهلي. وبالتالي هو كان بيتكلم على البرايفسي، ولكن هو على الجانب الاخر سعيد جدا جدا. وجاب بعض الامثله بقى اسام، قال لك ما هو مثلا يورجن كلوب مثلا بيخرج في ليفربول ما بتبقاش الامور كده، بيدي امثله تانية مثلا على مايكل جوردن اللاعب طبعا الاسطوره في الباسكت بول في امريكا، لما بيخرج برضو الناس بتحبه جدا، ولكن دي ثقافه شعب شويه، وكمان حب يعني حب جماهير النادي الاهلي للكيان النادي الاهلي. لما بتشوف اي لاعب من النادي الاهلي او مدير فني للنادي الاهلي بطبيعي ان هو بتجري عليه، فده ثقافه شعب. النهارده كان حوار ممتع بجد، موسيماني كان مع احد محطات الاذاعه في جنوب افريقيا، وقد ايه اشاد بالنادي الاهلي، وقد ايه كمان اشاد وفخره انه متواجد في كيان كبير زي النادي الاهلي. انا متفهمه جدا انه لما يقول حاجه زي كده، هو طبعا موسيماني اللي بيتخد عليه حتى من وقت ما جه او قبل ما يجي مصر على فكره، لما كان بيلاعب قبل كده له مباراه مهمه جدا مع سان داونز، وبعدين اتصور مع قعد يصور جماهير النادي الاهلي، فهو اوريدي عارف معنى ال 70 80 مليون اللي عايزين ياخدوا صوره معاه، هو قال كده، فهو اكيد بيقدر الشعب ده، واكيد بيقدر الجمهور الكبير ده اللي في كل حته، وحتى لما راح المونديال هناك يعني حياهم وراح بنفسه يحييهم يعني، وده كان سبب من اسباب نجاح المونديال مره تانية وثالثه، وهو ده اللي مخلي النادي الاهلي في حته تانية خالص افتكر كده يعني من وجهه نظري. يعني الواحد اصلا يعني بيمشي دلوقتي في الشارع، بتكلم عن نفسي يعني مش انت، لا انت نجم كبير، لا طبعا، لا والله اي حد مرتبط بالنادي الاهلي، لا اي حد فعلا طبعاً. فعلا ما بالك بقى واحد زي موسيماني محقق الارقام دي مع النادي الاهلي، ما بالك واحد زي النهارده كهربا يمشي في الشارع، حسين، السوليه، انا متوقعه اللي ممكن يحصل يعني. فموسيماني اكيد يقدر هذا الجمهور بشكل كبير جدا وحجمه، والنهاردة كمان له كلام كتير قوي. يعني النهاردة تسأل مثلا عن أكتر اللعيبة مهارة اللي اتضربوا تحت إيده، فقال في مهارة يعني في ناس مهارية كتيرة جدا في صناعة الأهداف ومهارتهم في تسجيل الأهداف كتيرة جدا من اللعيبة اللي في جنوب أفريقيا اللي دربهم، قال سيرينو، قال ثيمبا سواني، حوالين المدرب اللي بيحبه مثلا قال إنه هو ما عندوش مدير فني مفضل بشكل مطلق، بس قال بيحب جدا أليكس فيرجسون لأنه سيطر على الدوري الإنجليزي لأكثر من 20 سنة، معجب بيورجن كلوب، معجب كارلو أنشلوتي لأنه يعني حقق بطولات كتيرة جدا مثلا، هو مدرب صامت وبيعمل للكرة فقط، ده بالنسبة لأنشلوتي. كمان دييجو سيميبوني اللي استطاع أنه يجمع فريق أتلتيكو مدريد حوالين فلسفة خاصة بيه، كل الكلام ده على لسان موسيماني النهاردة. قال أنه يحب مثلا يقتبس شيء من كل مدرب فيهم،
اتكلم عن ثلاثية الأهلي الموسم اللي فات وقال إنه ممكن يحققها تاني وده مش صعب بالنسبة له، وقال لسه في بطولتين سوبر محلي وأفريقي ولو حققهم مع النادي الأهلي فده دليل على إن احنا نستحق أو نستطيع إن احنا نحقق نفس الإنجازات ديت من جديد في الموسم ده. إن شاء الله. كان ليه كلام كتير جدا إن شاء الله جداً. بقول لك كان حوار أكتر من رائع كان اجتماعي كان اجتماعي بشكل كبير وخد الجزء الفني إن هو حتى مش مالوش مثل أعلى في التدريب لكن بياخد من كل مدرب يعني كل الأسماء والمدربين الكبار اللي ذكرتيهم كلهم مديرين فنيين كبار جدا جدا لكن بياخد من كل حد صفة كده ولغاية دلوقتي كل التحية طبعا لموسيماني اللي بيأدي بشكل أكتر من رائع مع النادي الأهلي وإن شاء الله التوفيق مهم جدا بإذن الله مباراة سيمبا إن شاء الله يوم الثلاثاء. طيب نروح بقى لأخبار فرقتنا النهاردة وهنبدأ أكيد من النادي الأهلي. النهاردة دكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي لفريق الكورة بالنادي الأهلي بيعلن سلبية المسحة الطبية طبعا اللي خضع بيها زي ما قالت سام كل اللعيبة الحمد لله يعني المسحة كانت سلبية واستعدادا طبعا لرحلة تنزانيا بكرة بإذن الله. النادي الأهلي هيطير إلى تنزانيا بكرة لمواجهة زي ما احنا عارفين سيمبا التنزاني يوم الثلاثاء اللي جاي إن شاء الله. دي الجولة الثانية من مباراة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. زي ما حضراتكم عارفين طبعا النادي الاهلي فاز على المريخ 3-0 والمباراه او الجوله الجايه مهمه جدا، عارفين ان سيمبا كمان فاز على فيتا كلاب وبالتالي ان شاء الله المباراه اللي جايه ان شاء الله باذن الله يبقى الاهلي كمان بياكد صدارته لهذه المجموعه بشكل كبير جدا. زي ما اتكلمنا على المباراه ليها ظروف خاصه بتفكرنا بمباراه السونديب الاولانيه يمكن في الدور التمهيدي لكن المنافس مختلف شوية. كانت برضو الظهر وكان في بعض الغيابات لكن النادي الأهلي زي ما احنا دايما بنقول دايما مستعد بشكل جيد جدا إن شاء الله المباراة اللي جاية يوم الثلاثاء النادي الأهلي يحقق فيها إن شاء الله نتيجة إيجابية ويرجع بألف سلامة إن شاء الله بإذن الله. عشان نعرف مع حضراتكم بقى استعدادات فريق النادي الأهلي قبل السفر بكرة نشوف التقرير ده معاكم ونرجع نكمل البيت الكبير. تغادر القاهرة ظهر غد بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي متوجهة إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة فريق سيمبا الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دور أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يؤدي الفريق تدريباته في الواحدة ظهر غد على ملعب مختار التتشي بالجزيرة يتوجه بعدها إلى مطار القاهرة لاستقلال الطائرة الخاصة لمدة 5 ساعات يتخللها ترانزيت في مطار أديس أبابا. وكان قد سبق البعث إلى هناك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لترتيب كافة الأمور قبل وصول الفريق الأحمر. وفضل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني السفر إلى تنزانيا مبكرة من أجل التعود على الأجواء هناك لا سيما أن المباراة ستقام وسط أجواء مختلفة. وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق فوز كبير على حساب المريخ السوداني ب3 أهداف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا. ومنح هذا الانتصار الأهلي صدارة المجموعة الأولى بفارق الأهداف عن سيمبا التنزاني الذي فاز على فيتا كلوب بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الجمعة الماضي. يذكر أن الفوز الذي حققه الأهلي هو الأكبر في منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في المجموعات الأربع ليصبح الفريق صاحب أقوى خط هجوم في الجولة الأولى من دور المجموعات بعدما تمكن لاعبوه من زيارة شباك المريخ السوداني في 3 مناسبات. وطلب بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق من اللاعبين إغلاق ملف مباراة المريخ السوداني بعد الفوز بثلاثية في الجولة الأولى والتركيز في المباراة المقبلة أمام بطل تنزانيا. وكلف بيتسو موسيماني محلل الأداء في الجهاز الفني بكتابة تقرير مفصل عن فريق سيمبا التنزاني استعدادا للمواجهة المقررة بين الفريقين.
كما بدأ بالفعل الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في دراسة فريق سيمبا عن طريق الفيديو لمعرفة عناصر القوة في صفوفه وأسلوب لعبه سواء خلال امتلاك الكرة أو فقدانها، وكذلك في وضعية الدفاع والهجوم من أجل الاعتماد عليها. ويركز الجهاز الفني للأهلي على تحليل ودراسة مباراة سيمبا الأخيرة ضد فيتا كلوب بافتتاح دور المجموعات الإفريقي، والتي أظهرت تميز الفريق التنزاني في السيطرة على الكرة ونقل الكرة والالتحامات والروح الجماعية التي يؤدي بها بطل تنزانيا من أجل وضع الخطة التي تناسب المباراة. ويسعى موسيماني لتحقيق نتيجة طيبة في المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني من أجل البقاء على صدارة المجموعة. هذا وسيخضع الفريق بأكمله لإجراء مسحة طبية استعدادا للسفر إلى تنزانيا يوم غد. فاكرين كلنا لما مصر استضافت بطولة عالمية، بطولة كرة اليد طبعا اللي شارك فيها 32 منتخب الشهر اللي فات، والحقيقة كان التنظيم على أعلى مستوى وكانت صورة الحقيقة مشرفة ظهرت بيها مصر. النهاردة مصر بتعلن استضافتها لبطولة تانية. النهاردة الاتحاد الأفريقي لكرة الطائرة بيعلن أنه مصر هتستضيف، مصر طبعا لدوري أبطال أفريقيا لكرة الطائرة في الفترة ما بين 31 و 12 إبريل البطولة دي خلال النسخة الحالية، نسخة أكيد مختلفة خاصة أنه الفريق الفائز بالبطولة هيتأهل لكأس العالم للأندية على طول. الأهلي هنا أكتر أندية القارة الأفريقية اللي حقق اللقب ده برصيد 14 بطولة، والأهلي أكيد هو المرشح الأبرز للفوز بالبطولة ديت، والقارة في مونديال الأندية، وبشكل عام طبعا مصر بنقول في ريادة الدول الأفريقية من حيث الألقاب. عندنا 20 لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة الطائرة فقط، يعني مصر طبيعي. يعني إن شاء الله كل التوفيق. مصر دايما هي بتستضيف البطولات وبيكون تنظيم على أعلى مستوى، وده اللي عهدناه على مصر. طيب تعالى نروح لاخبارنا، نبدا اخبارنا العالميه مع اللاعب النرويجي يعني نقول الصاروخ، النجم الصاروخ القادم في الكره العالميه هالاند. ده طبعا مهاجم دورتموند الالماني، هو بقى حديث الساعه في اوروبا كلها في الوقت دوت. هالاند السنه دي يمكن مسجل 25 هدف في 24 مباراه مع دورتموند الالماني. بصراحة ما فيش مسابقة بيشارك فيها إلا ما بيسجل فيها هدف. شفناه امبارح طبعا أكيد مباراة دورتموند وشبيليا الأسباني في الشامبيونز ليج، بيصنع يعني بيجيب جونين، يعني بيحرز هدفين وبيرفع رصيده اللي يمكن ل 18 هدف في الشامبيونز ليج. هالاند من اللعيبة المميزة جدا، لعيب انتقل لبروسيا دورتموند، كان زي ما كنت بتكلم لسه من شوية مع سهام الترانسفير لدورتموند حوالي من ريد بول سالزبورغ بمبلغ حوالي 45 مليون يورو. ده كان لسه سنه 18 سنة 19 سنة بالكتير، يعني كان مبلغ كبير بالنسبة لهذا اللاعب وما كانش حد عارفه كتير. في خلال السنة ده يعني حضراتكم تشوفوا ارتفع سعره من 45 مليون يورو الى 150 ويوصل ل 160 مليون يورو. هذا التطور في ادائه، ويمكن بعد ما احرز يمكن هدفين امبارح، يمكن كمان هو لسه ما كملش سن 21 سنه، بعض المجلات في الاحصائيات العالميه بتقول هو دلوقتي سطر اسمه في التاريخ لانه اول لاعب تحت سن 21 سنة يحرز عدد 18 هدف في الشامبيونز ليج. أعتقد ده رقم كبير جدا. يمكن كمان هو قال إن مبابي فتح نفسه، وقال يمكن مبابي عمل ثلاثية أمام برشلونة وبالتالي نفسه اتفتحت. وعن انتقاله لأحد الأندية الكبيرة كمان ريال مدريد مهتمة جدا جدا بهالاند. لما تسأل حتى في المؤتمر الصحفي إيه رأيك أندية كبيرة زي ريال مدريد مهتمة بيك، هو كان كلامه فيري بروفيشنال، قال طب ده حاجة كويسة أو إن في أندية كبيرة بتطلبني يعني. لكن أعتقد إن هو هينتقل إلى نادي كبير في الصيف اللي جاي، لأنه لعيب رائع هداف من طراز فريد طبعا. اعتقد يعني هيكون نجم كبير جدا جدا على المستوى العالمي قريب، يمكن في السنوات اللي جايه. يعني النهارده في صحيفه كده اسبانيه مشهوره قوي في اسبانيا، يعني اسمها موندو ديبرتيفو، النهارده كتبت تقرير مطول عن هالاند
زي ما انتم شايفين كده، هالاند وريال مدريد، وازاي هتكون صفقه مش سهله، لانه انتقال هالاند من ريد بول سالزبورج النمساوي لدورتموند ده كان يمكن معقد شويه كابتن هاني من الناحيه الماليه زي ما انت اتكلمت، وبسبب العمولات بشكل اساسي كمان، لانه لما راح لدورتموند والده اخذ عموله 8 مليون وكيله اخذ 15 مليون يورو، بنتكلم على باليورو عموله، نادي ريد بول سالزبورج اخذ 20 مليون يورو، فالاجمالي كام؟ بتحسب ولا ما بتحسبش؟ 43 مليون يورو، منها 23 مليون بس يعني عمولات، فانت تخيل الرقم. طبعا هو هناك بس عمولة الناس بس. الناس ما تستغربش من كلمه عمولات ديت، لان دوت ده الطبيعي هناك في الترانسفير، بيكون في محامي، المحامي بياخد عمولات، والده كمان 8. كل دوت من خلال الكونترا، كله على الورق وكله مكشوف، لكن انا بتكلم على القفزه الكبيره جدا من 43 مليون يورو، وصل دلوقتي سعره ممكن ل 120 و130 مليون، فهذه القفزه الكبيره جدا بتدل ان انت قدام نجم كبير جدا. ويمكن برضه في المؤتمر الصحفي امبارح بعد مباراه اشبيليا قال، بيسالوه يعني على الانتقالات، قال لهم انا بحب اسبانيا. فطبعا الناس ترجمت بيحب اسبانيا، فالمحطه اللي جايه بالنسبه له هتبقى ريال مدريد. ففعلا عشان كمان ريال مدريد يقدر يشتري هالاند، زي ما قلت لك هيدفع 120 مليون كتير. ده مبلغ كبير جدا كتير. ده غير كمان ممكن يكون فيه عملات، لكن يعني بعد التقرير بتقول انه ان كمان علشان يعوض الجزء دوت، ان ريال مدريد بيقدم لوكا يوفيتش ومعاه ماريلو دياز علشان يدي يعني اتنين لعيبه، وكمان يحط فوق الاتنين اللعيبه دول 90 مليون يورو علشان بس يجيب هالاند. لكن كمان خلينا نتكلم بكل امانه، في ظل الظروف الصعبه اللي بيمر بيها كل انديه العالم على مستوى الفلوس، على مستوى الاقتصاد، بسبب طبعا فيروس كورونا، اعتقد ان ريال مدريد مش هيقدر يدفع 120 و130 مليون يعني، ولو دفع بيبقى في بعض الطرق، يعني في بعض بالنسبه للماركتنج، اسم ريال مدريد كبير جدا، فممكن جدا يتعاقد مع بعض الشركات السبونسرز، يجيب سبونسر معين، والسبونسر دوت خمس ستة سبونسر، كل سبونسر يدفع مبلغ، وبالتالي على حسب التسويق السبونسر بالنسبة له هيسوق اسمه بمبلغ مثلا 20 مليون، لو جاب أربعة خمسة سبونسر كل سبونسر يدفع 20 مليون أو 25 مليون، وبالنسبة له الصفقة هتبقى تمت. فخلينا نتكلم على مستقبل هالاند، أعتقد خلال السنة الجاية برضو هكون ريال مدريد هو يمكن المرشح الأول لانطلاق هذا اللاعب إلى العالمية، والانطلاق بشكل كبير جدا، لسه سنه 20 سنة ولكن مع امبابي طبعا هما الاثنين دول أعتقد السنين الجاية هيحققوا أرقام كبيرة جدا. بس زي ما أنت قلت، ريال مدريد عمره ما هيغامر يعني بسبب أن كل الأندية الأوروبية النهاردة في خسارة كبيرة جدا، يعني بسبب يعني ممكن على السبونسر بقى يدخل بعض الناس كورونا أكيد. نروح بقى ليفربول، ليفربول النهارده وجه الدعوه لجمهوره علشان يصوت لمحمد صلاح، طبعا بعد ما الاتحاد الاوروبي رشحه لجائزه الافضل في ذهاب دور ال 16 لدوري ابطال اوروبا، فمحمد صلاح سجل هدف في مرمى لايبزيج الالماني، وبيقدم مستويات الحقيقه رائعه، كلنا اكيد متابعينه بالرغم من تراجع اداء ليفربول في الدوري الانجليزي، فصلاح بينافس هنا اثنين من افضل لاعيبه العالم في الوقت الحالي على الجائزه دي، امبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهالاند نجم دورتموند الالماني، فاكيد كلنا بنتمنى التوفيق لمحمد صلاح. طبعا وخلي بالك في رقم كمان اتحقق يمكن ما قلناهوش، رقم ان محمد صلاح حقق رقم 50 هدف حققه محمد صلاح مع ليفربول خارج الديار، ده رقم كبير جدا لنجم كبير زي محمد صلاح، تسجيل الاهداف خارج الديار كمان وصل ل 50 هدف، فكل توفيق طبعا لمحمد صلاح. طيب جان ميشيل اولاس ده طبعا رئيس نادي ليون الفرنسي، بياكد ان الهولندي ميمفيس ديباي خلاص، يعني هم بيحاولوا بكل الطرق ان هم يجددوا معاه، لكن مش هيجدد عقده ومصمم على الرحيل بنهايه الموسم ده. رئيس نادي ليون اكد انه محاولوا بقدر الامكان او يساعدوا ديباي على الانتقال حتى لبرشلونه، لكن الامور الماليه وقفت قدام الصفقه ديت في الصيف اللي فات، واعتقد ان خلاص يعني هو
في طريقه للانتقال لبرشلونه على حسب كمان الامكانيات. احنا عارفين ان في ازمه ماليه كبيره جدا في برشلونه، لكن اللعيب فري ترانسفير ومن حقه يروح اي نادي، وكان من حلمه انه يروح برشلونه، وبالتالي هيخرج من ليون في الصيف يروح لبرشلونة. طيب نروح بقى لموضوع مهم جدا، علشان في حالة من الجدل بتعيشها النهاردة أندية الدوريات الأوروبية بعد طبعا المقترحات الجديدة اللي يعني عايزين يغيروا نظام مسابقة دوري أبطال أوروبا، وتحديدا نظام دور المجموعات، علشان يزودوا 100 مباراة جديدة للبطولة الكبيرة، علشان يبقى دور المجموعات 225 مباراة بدل ما كان 125، 225 بدل 125 مباراة. علشان نفهم أكتر الكلام ده، في تقرير محضرينه ونشوفه ونرجع تاني نكمل كلام. حالة من الجدل تعيشها أندية الدوريات الأوروبية بعد المقترحات الجديدة لتغيير نظام مسابقة دور أبطال أوروبا، وتحديدا نظام دور المجموعات، بغرض زيادة 100 مباراة أخرى للبطولة الكبرى. ويسعى اتحاد مسابقات الدوري الأوروبية الذي يمثل البطولات المحلية لإجراء تغييرات في المقترحات لضمان فرصة أكبر للأندية القادمة من بطولات دوري أصغر، كما أبدى قلقه من زيادة عدد المباريات. ويخطط اليويفا لتحويل دور المجموعات إلى جدول واحد بدلا من النظام الحالي الذي يتضمن 8 مجموعات مكونة من 4 فرق وبمشاركة 36 فريقا بدلا من 32 حاليا. وتعني هذه التغييرات أن البطولة ستشهد 225 مباراة بدلا من 125 مباراة في الوقت الحالي، وسيذهب مقعدان من هذه الأماكن الإضافية إلى أعلى الفرق تصنيفا وفقا لنظام التصنيف الذي يتبعه اليويفا والمعتمد على نتائج السنوات الخمس السابقة، مما يفتح الباب أمام احتمال حصول مسابقات الدور الكبرى على أكثر من 4 مقاعد مثلما هو الوضع حاليا. وعقدت أندية البريمير ليج الـ20 اجتماعا عبر الإنترنت اليوم لمناقشة خطط اليويفا، واتفقت على مطالبة الاتحاد الأوروبي بالتوصل لنظام مختلف لتوزيع المقاعد الإضافية. ويرغب اتحاد الدوريات الأوروبية أيضا في الاتفاق على نظام لتوزيع الأموال بجانب نظام البطولة، وليس بعد حصول النظام الجديد على الضوء الأخضر. وهناك مخاوف من أندية البريمير ليج بأن النظام الموسع الجديد سيشهد إقامة مباريات في يناير، وهي فترة كانت مخصصة سابقة للمسابقات المحلية. طبعا تغيير نظام المسابقات كله، يعني الويفا الاتحاد الاوروبي بيحاول يطور مسابقات شويه، بيحاول كمان يدخل بعض الفرق من دوريات اضعف شويه في الشامبيونز ليج، ده على حساب طبعا على حساب الاجنده، على حساب اللعيبه، على حساب الانديه، عدد وصول مباريات كبير جدا جدا، كمان توزيع الارباح والاموال سبونسر كبير جدا بيحاول يوزع بشكل مختلف. كل دي مشاكل بتمر بالشامبيونز ليج او بالنظام الجديد للشامبيونز ليج، باضافه يمكن أربع فرق من دوريات أضعف شوية، ويخلي بدل ما دلوقتي في مثلا 8 مجموعات كل مجموعة 4 فرق يعني 32، لا ده عايز يضمهم في مجموعة واحدة مع إضافة 4 فرق يبقى 36، فهيضاعف عدد المباريات وبالتالي هيضاعف فلوس البث وفلوس السبونسر. فكل دي بنتكلم في عملية مالية، لكن طبعا الأندية ليها رأي مختلف، وخاصة أندية البريمير ليج. هنشوف الأمور رايحة على فين بالنسبة لهذا النظام. ده كانت طبعا نهاية أخبارنا دلوقتي يا سهام. هنطلع بعد شوية، هنطلع فاصل دلوقتي ونستقبل نجم النادي الأهلي السابق إسحاق أول هنا معانا في البيت الكبير. ضيفنا اللي مشرفنا النهارده في البيت الكبير جه من اكتر من 22 سنه كان جاي يشوف طموح ويجرب حظه مع الانديه في مصر، ورحله الحقيقه كانت ممكن تنتهي زي ما قلنا في البدايه كده بعد 3 سنين 4 سنين، جات له اصابه شديده او بالغه كان ممكن يلم شنطه ويرجع بلده تاني، بس عشان لقى الطموح هنا وكل الناس حواليه هنا في النادي الأهلي، ففضل أنه عمره كمان اللي جاي يكون هنا في بيته، البيت الكبير النادي الأهلي. ضيفنا النهاردة الكابتن والمدرب الكبير
إسحاق، أول برحب بيك ومشرفنا في بيتك يا كابتن. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. مساء الخير يا إسحاق. مساء الخير يا كابتن. أخبارك؟ وحشني كتير. وحشني أنت كمان. وأنت أكتر. كله بخير؟ تمام الحمد لله. اللغة العربية ما شاء الله، أنا حتى قبل بتكلم مع المعدين بقول لهم طب إسحاق جاي بقى معاه مترجم ولا بيتكلم عربي؟ قال لي بيتكلم عربي. شوية شوية. لا زي الفل زي الفل. لا طبعا مشرفنا طبعا زي ما قال سهام في بيتك، في بيت النادي الأهلي، وأنت من اللعيبة يعني كان ليهم والشرف كمان انهم يكونوا موجودين في الاهلي، وكمان طموحات كبيره جدا بتحلم بيها في المستقبل ان شاء الله على الاداره الفنيه. هنتكلم مع طموحاتك اللي جايه دي ان شاء الله مع جوه بيت النادي الاهلي، ونتكلم كمان على الماضي وذكرياتك في دخول النادي الاهلي، لكن نشوف تقرير عن اسحاق اول ونرجع مع حضرتك. واحد من سلسلة المهاجمين الأفارقة الذين مروا على النادي الأهلي، لكنه يتميز بأن صلته مع النادي لم تنقطع حتى الآن، حيث لا زال يخدم النادي ويفخر بشرف الانتماء له، ولكن من مكان جديد. إنه نجم المارد الأحمر السابق النيجيري إسحاق أول. إسحاق أول أو إيزاك أول واحد من المحترفين الأفارقة الذين نالوا شرف ارتداء قميص المارد الأحمر، ويعمل حاليا كمدرب في قطاع الناشئين داخل القلعة الحمراء. بدأت رحلة إسحاق أول مع النادي الأهلي في عام 1999 حينما تعاقد معه النادي لمدة 5 مواسم، ولفت اللاعب أنظار مسؤولي الأهلي بعد التألق اللافت الذي ظهر عليه مع فريق أسوان في تلك الفترة، حيث تميز بمهاراته العالية وقدرته الفائقة على المراوغة والتلاعب بالمنافسين وإرهاق الدفاعات، كما سجل 11 هدفا مع زهرة الجنوب في موسمه الأول، ومن ثم انضم للنادي الأهلي في وقت كانت صفوف الفريق تزخر فيه بكوكبة من النجوم. وتألق إسحاق أول في اللعب بأكثر من مركز في خط الهجوم، حيث كان يلعب كمهاجم صريح ومهاجم متأخر، وكذلك كجناح مهاجم في الجهة اليمنى. وبعد الاعتزال عاد إسحاق أول من جديد للقلعة الحمراء، ولكن هذه المرة من بوابة التدريب، بعدما تم تعيينه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي في عام 2015 كمدرب لفريق نادي للناشئين من مواليد عام 1999. ونتيجة ارتباطه الكبير بالنادي الأهلي ومصر، قرر إسحاق أول الحصول على الجنسية المصرية، حيث يعتبرها بلده الثاني بعد نيجيريا ولا يرغب في الرحيل عنها. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية والنجم إسحاق أول. إسحاق بنرحب بيك مرة تانية، وخلينا من خلال التقرير نرجع لورا شوية. نرجع لورا شوية يمكن من نيجيريا، نرجع في نيجيريا. إزاي بدأت الكورة والمحطات اللي أنت مريت بيها مرورا بنيجيريا لوجودك هنا مع فريق أسوان ودخولك النادي الأهلي؟ أول حاجة بس بحب أشكر قناة النادي الأهلي وبرنامج بيت الكبير ده، لأن فعلا هو زي اسم النادي الأهلي، هو بيت الكبير اللي مجمع أولاده كلها في أي وقت أولاده يحتموا بيه، فدي حاجة. منورنا كده. الله يخليك، الله يكرمك. فطبعا احنا بداية الكورة هناك واحد مش يعرف يقول امتى بدأ. أنا لقيت نفسي بلعب كورة. ما أعرفش البداية امتى. بنلعب في الشارع مع أصحابنا في الشارع على طول. حد ما واحد بدأ يكتشف فعلا لا هو من المميزين الموجودين. فبدأ أمور يتطور، نروح الأندية نلعب بطولات بتاع المناطق كده، كل منطقة مسابقات صغيرة. بعد كده لقيت ناس كبيرة اللي هم أكبر مني سنا بدأوا يستعينوا، لا تعالى أنت لازم تيجي تلعب معانا والكلام ده. من أول كان في خوف كده عشان واحد ما يتعورش، فارق قوة والكلام ده. صحيح. لكن واحدة واحدة واحد اندمج معاهم بقى كمان وسطيهم كمان مميز. فأمور بدأت تمشي بشكل كويس. حد ما ربنا كرمني دخلت نادي بقى في سن 13 سنة، كان نادي درجة تانية اسمه NUB، ده كان شركة البنك عاملين قطاع الناشئين وفريق الأول. فروحت اختبرت والحمد لله نجحت وفقت والحمد لله. فمن ساعتها بدأت مشواري، كملت معهم سنتين ثلاثة لحد ما طلعت فريق الأول. من هنا أنا عندي 16 سنة
بقيت بلعب اساسي مع الفريق. ما شاء الله 16 سنه و 18 سنه جيت مصر. 98 كان عندك 18 سنه طبعا. لحد اللحظه دي انت ما يعني ما اتحركتش ولا رحت قاعد في المعادي من ساعتها وانت قاعد في المعادي. موجود انا لكن بسافر انا طبعا بحكم بس لكن ايوه زي ما انت قررت اقعد هنا في مصر. قررت تقعد في مصر؟ يعني اللي جاي في مصر كمان. القرار ده جالك ازاي برضه عشان الناس تفهم؟ يعني في بعض المحترفين دايما المحترفين بيجوا لهدف معين، النادي الاهلي نادي كبير جدا، المحترف بيجي اكيد طبيعي جدا في بيأمن مستقبله من الناحيه الماليه، بيأمن مستقبله من الناحيه الفنيه، انه عنده طموح يكسب بطولات مع النادي الاهلي تمام. ويمكن يكون محطه لاحترافه، وشفنا نجوم كبيره احترافه من خلال النادي الاهلي ومن بعض الانديه المصريه. اصرارك على وجودك في مصر كان احكي لي قبل ما اصرارك دوت دخولك النادي الاهلي، انت رحت لعبت في اسوان وبعد يعني احكي لي الخطوات ديت عشان الناس تعرف كمان دخولك النادي الاهلي كان ازاي. طبعا بعد ما جيت مصر عن طريق كابتن منير حسن وكيل اللاعبين فهو اللي جابني من نيجيريا. ساعتها كنت بلعب في ليجوس بعد ما انا انتقلت من نادي اللي انا كنت فيه في بلدي اللي هي كادونا. قعدت سنه هناك لعبت الحمد لله، عملت موسم كويس، كنت من انا هداف الفرقه، كان في دوري ممتاز. دوري ممتاز كان في حد ممكن تعرفه اسمه فيكتور اجالي، كان معاكم فيكتور اجالي طبعا في المانيا برضه في الشالكة مظبوط. كان هو في نفس النادي معانا. فلما جيت هنا رحت اختبرت في نادي اسوان الحمد لله نجحت بقياده كابتن محمد عامر. كابتن محمد عامر كان المدير الفني كان المدير الفني بتاع اسوان. كابتن محمد عامر احد نجوم النادي الاهلي واساطير النادي الاهلي طبعا ويعتبر زي الوالد يعني بالنسبه لي. حاجه محترمه كده بحبه قوي. فالحمد لله ربنا وفقني دخلت فوق، اختارني انا وواحد تاني اسمه ديفيد من ليبيريا. فمن هنا بدانا نقعد هناك في اسوان. ساعتها كان ما تمش تسجيل عشان كان موسم بدع، قعدنا نتمرن لحد ما يجي بين الدورين. اتمرنت لغايه تقريبا يناير وبعدين جينا في شهر 8 تقريبا او شهر 9، قعدنا كل الفتره دي تمرينات بس وبيعملنا ماتشات ودي عشان نبقى مستعدين. فالحمد لله لما جه بين الدورين تم تسجيلنا بدانا نلعب الحمد لله. كان في توفيق من عند ربنا، عملت موسم كويس. اول ماتش لعبت قدام نادي الزمالك وعملت ماتش كويس. بعد كده أمور بدأ تمشي معايا، بدأ أحرز أهداف كويسة وأساعد الفريق. كان فريق كان كل اللي جابه في الدور الأولاني كان 5 نقط لكن الحمد لله ربنا كرمنا لما بدأنا الدور الثاني إحنا بقينا تاني فرقة تجمع أهداف بعد نادي الأهلي. ما شاء الله نادي الأهلي هو بطل طفرة في الحمد لله الجزء الثاني من الموسم. الجزء الثاني كان إحنا أحسن فرقة بعد النادي الأهلي. فالحمد لله من هنا بقى وأنا جبت أهداف كويسة وكتيرة وسمعت بشكل كويس وأدائي كويس، كل الناس بتحبني في أسوان واللعيبة. فجي موضوع النادي الأهلي برضو عن طريق كابتن عامر الحمد لله. كابتن محمد عن طريق كابتن محمد عشان كان ساعتها كان في عروض تانية جت من نادي إسماعيلي ونادي الزمالك ونادي المصري. فطبعا كل حاجة بتحصل بروح بكلم معاه أقول لا أنت ما تروحش أي حتة، انت ان شاء الله تلعب في النادي الاهلي بس. هو كان بيقول لك كده كابتن محمد بيقول لي فقلت له ان شاء الله ما فيش مشكله طبعا، انت شايف نادي الاهلي نادي الاهلي طبعا احنا قبل ما اجي بعرف نادي الاهلي والنادي الزمالك اكبر طبعا. وانت بتلعب في نيجيريا وانا في نيجيريا لكن كان معظم النيجيريين لنا ميول لنادي الزمالك بسبب ايمانويل. ايمانويل كان هنا كان بيلعب فبنشوف بنتابعه فزمالك فكان في دماغنا. حتى بعد ما انا جيت هنا كنت فاكر ان الزمالك هي الرقم الاول. انت كنت فاكر كده؟ كنت فاكر كده. عرفت بقى وبعدين وبعدين لما جيت مصر بقى لقيت جو مختلف. اقول الزمالك يقول لي انا زمالك لا نادي الاهلي هو رقم واحد رقم الاول. قلت له طب ازاي يعني؟ كنت بشوف الزمالك بتيجي تلعب في نيجيريا وبيلعبوا. فعرفت ان كان في قصه حصلت في نادي الاهلي توقف مش عارف سنتين ما شاركش في
هو عامه طبعا الاهلي النادي الاهلي ونادي الزمالك اكبر ناديين في مصر طبعا على مستوى الشعبيه، اكيد النادي الاهلي اكثر شعبيه، لكن طبعا النادي الزمالك والنادي الاهلي قامتين وقمه من الكره المصريه يعني. طبعا اكبر انديه في افريقيا، بس افريقيا كمان مش في مصر، مش في مصر بس. النهارده واحنا فرصه نتكلم معاك يا كابتن اسحاق عن الكره الافريقيه بشكل عام، وفرصة أكبر كمان بخلاف طبعا وجود حضرتك إن النهاردة الأهلي بيشارك في دوري أبطال أفريقيا وإن شاء الله العشرة، بس عايز أتكلم على الكرة الأفريقية، وبرضه بمناسبة إنه الأهلي النهاردة بيشارك باسم مصر عالميا ولسه جاي، فقول لي الكرة الأفريقية عالميا إزاي، فين واقفة فين النهاردة؟ والله الكرة الأفريقية لا، في تطور، في تطور فعلا، تطور كتير زي ما احنا شايفين في اوروبا، لعيبه كتيره من افريقيا دول افريقيا وبيقدموا حاجات كويسه، مستوى جيد جدا، زي ماني، صلاح، وكذا واحد يعني من نجوم افريقيا. فدي طبعا بتدي ناس اللعيبه الشباب، بتديهم قوه والاصرار ان هم كمان يوصلوا للاهداف دي. هي الاهداف دي بقت قريبه، مش بعيده زي ما كنا احنا بنشوفها. احنا زمان لما بنشوف الانديه الكبيره دي في اوروبا، يا واحد يوصل هنا امتى بقى؟ ايه اللي يوصل له هنا اصلا؟ ما فيش، ممكن نشوف بس ونحلم، لكن دلوقتي لا، هي قريبه جدا. بس الكره النيجيريه متاثره، يعني انا النهارده ما عنديش جيل كوشا ورشيد يقيني وكونا، ما عنديش الاسماء ديت، هل التاثر ايه حصل على مستوى الفرق، على مستوى المنتخبات، ايه اللي حصل في نيجيريا؟ اللي حصل في نيجيريا عدم الاستمراريه. عدم الاستمراريه. ده اللي بيخلي نيجيريا في التراجع كتير. قبل كده الاجيال السابقه دي كانت في استمرار، هتلاقي كل جيل بيلعب مع بعض لمده ما يقلش عن 8-10 سنين. يعني بتقصد ان يمكن الكره النيجيريه متاثره بايه؟ يعني الاحتراف، النجوم الصغيره او الولاد الصغيرين اللي طالعين مميزين على طول بيطلعوا على اوروبا عشان يدوروا على فرص احتراف. طبعا طبعا ده بيأثر شويه على الكره النيجيريه، زي ما قالت سام، في نجوم كبار، يعني في اجيال كبيره جدا من نجوم كبار ما ظهرش هذا العدد والكم في الالفيه الاخيره، يعني نتكلم على 10 سنين الاخيره عدد النجوم النيجيريين مش موجودين بشكل كبير زي يمكن التسعينات والالفيه الاولى يعني. ما طبعا زي ما انت قلت يا كابتن، قبل كده كان عشان واحد يطلع يحترف ده لازم يكون واحد جوه البلد كمان معروف وعامل مستوى جامد، بقى نجم كبير. فلاعب ولاعب ولاعب خبرات، ادى على خبرات كتيره، فالعين عليه. لكن دلوقتي واحد، في كذا واحد لسه ما لعبش اصلا في الدوري، لسه واحد بيساعده يسفروا بره عن طريق الوكلاء والكلام ده، فالنجوم بيسافروا بدري، لسه ما عندهمش خبرات كمان يروحوا هناك يعدوا بشكل كويس. يسافروا بدري دي بتبقى فرصه، ممكن الناس تقول لك طب كويس ان هم بيسافروا بره فبياخدوا فرص كبيره لكن انا اللي فاهمه ان بيسافروا بدري ممكن يكون وكلاء اللاعبين بياخدوا اللعيبه صغيره وبيروحوا، ممكن لو قعد في نيجيريا يتطور اكتر شويه، لان هناك ممكن يكون خبراته لسه ما قلتوش او امكانياته لسه ما وصلتش انه يلعب في دوري اوروبي او احد الفرق الاوروبيه، وبالتالي النجم ده بيضيع يعني، ولا بيحصل هنا ولا هنا يعني. بالظبط، عشان كده هم ما بيقدوش بشكل، ما بينجحوش بشكل كبير. حتى لو بدأ تلاقي في انديه صغيره معلش اسم، على ما يوصل بقى يكون وقت كتير، وممكن ما يوصلش كمان. مزبوط. لكن لما يكون هو خلاص عنده خبرات ولعب وشارك ولعب منتخبات منتخبات ال 17 و18 واولمبي والكلام ده، تلاقيه اول ما يروح يحط رجليه في الفرقه يبقى يظهر بشكل كويس. فمن هنا نجوميه تبدا تظهر. المواهب قلت؟ المواهب قلت كتير طبعا، مش زي الاول. مش زي الاول. ليه بتقول كده؟ لما زي ما احنا شايفين هو دلوقتي ده الواقع. ما فيش مواهب ولا ما فيش عين كابتن اسحاق؟ لا، في عين، في عين بتشوف، لكن مواهب قلت فعلا في كل حته. بقينا زي الاوروبا دلوقتي، التصنيع، تصنيع اللعيب، صناعه اللعيب. ما فيش موهبه فظه دي اللي هي كانت موجوده قبل كده، واللعب في الشوارع قل مش زي زمان. والناس اللي مهتمه بالكوره برضو من صغر قليلين جدا، مش زي الاول. ده انا بشوف انها كترت جدا جدا. النهارده ما فيش ام ما بتوديش ابنها التمرين. لا، ده هنا انا بتكلم على افريقيا، على نيجيريا. ايوه، على معظم افريقيا. نفس
ستاندرد يعني مش زي الاول، مش زي الاول. اللي بيهتموا بالكوره قليلين، اللي هم عنده امكانيات ماديه كبيره. ايوه يعرف يساعد ابنه لكن دلوقتي يقول لك انت هتلعب كوره ما عندكش وما عندكش ما هتعمل ايه. صحيح. طيب خلينا نخرج من النقطه ديت ونروح لدخول اسحاق اول ودخول النادي الاهلي. اول لقطه ليك داخل جدران النادي الاهلي بعد الانتقال من فريق اسوان، و شفت ده ازاي؟ واحكي لي القصه بدات فين، دخولك النادي الاهلي، مين من اللعيبه اللي موجوده، المدير الفني استقبلك ازاي، انت كمان كاحساسك انك داخل نادي كبير بطموحات جديده. والله اللحظه اللي انا مش عارف انساها طبعا لما رحت قابلت كابتن ثابت بطل الله يرحمه. الله يرحمه، شخصيه جميله، نتذكره الايام دي طبعا طبعا ندعي له. فده اول كان مدير الكره وقتها، قعدت معاه وكلمت معاه فقال لي بالتوفيق ان شاء الله، احنا عارفينك، عارفين مستواك، ان شاء الله هنا هتعمل اسم كبير، هتبقى نجم باذن الله، هتكون حاجه كويسه. اداك الثقه. اداني الثقه. فبعد كده دخلني على اللعيبه طبعا، كان كابتن هادي خشبه وعصام الهادري وكابتن حسام، كابتن سيد عبد الحفيظ. فسلمت عليهم، لقيت الدنيا قريبه كاني موجود معاهم من فتره. امور عادي، مش زي مش كانك دخلت مع ناس جديده. فده برضو مطمني، اول ما لقيت الجو ده، جو هادي كده، كنت قلقان. طبعا نجوم كبار، هتلاقي ممكن ما حدش يبص لك او حتى لو بص لك لكن مش يتعامل معاك بشكل جيد يعني، لكن لقيت امور عادي. واللي جاي يضحك معايا يكلمني، عايز هم كمان عايزين يدخلوك في الجو عشان ما تحسش ان انت جاي مكان انت جديد فيه. فدي فرقت معايا طبعا كتير. حلو ده. بعد كده بقى لعبت في النادي الاهلي وتعرف اسمك بشكل كبير الى ان حصلت الاصابه. الاصابه بقى اللي خلتك كمان او اضطرت يعني ان انت تعتزل، يعني اضطرتك للاعتزال طبعا. فاكيد نقطه فارقه برضو في حياتك وغيرت مسارك كله، يعني رحلتك كلها. الحمد لله، ده قدر الله ما شاء فعل. ونعم بالله. دايما. طب مين معلمك عربي يا كابتن؟ مين اللي علمك؟ في الشارع. احسن حاجه، احسن حاجه. يعني برافو عليك، ما شاء الله بتتكلم احسن مني. لا طبعا. المهم وبعدين بقى جات لك بقى الاصابه ديت، كانت اصابه جديده. الاصابه دي كان في موسم 2001 بدات اول سنه بتاع مستر مانويل. نعم، مانويل. رحنا سافرنا اوروبا، برتغال، نعمل معسكر، لعبنا اول ماتش، ثاني ماتش كده جت الاصابه دي هناك. لكن فترة دي كان الحمد لله موسم، لان اول موسم ليا بتاع 99 2000 قدمت بشكل كويس، بدات كان بنزل باخد ثلث ساعه ربع ساعه لحد ما وصلت الحمد لله حطيت رجلي بشكل اساسي. فنش الموسم لاعب اساسي في النادي. جينا بدأنا موسم الجديد برضو لعبت، شاركت بشكل كويس. فجي موسم اللي هو 2001 2002 المفروض يبقى ثالث موسم لي في النادي الأهلي. فحصل إصابة دي، الحمد لله ما كملتش. كنا هناك في البرتغال. في البرتغال تاني ماتش كنا ثلاث أيام أو أربع أيام كده، وصلنا يوم تمرنا ريحنا، تاني يوم عملنا ماتش ودي، عملنا تمرين، رابع يوم ماتش ودي، فحصل الإصابة دي. كنا بنلعب سبورتنج براغا. سبورتنج براغا طبعا، سبورتنج فرق براغا. كبيرة في البرتغال. فرق كبيرة طبعا. فحصل إصابة الحمد لله، بعدها نزلتهم حتى ما كملتش المعسكر هناك. نزلت عشان كان بيحضروا لي سفر، عشان أسافر أروح أعمل عملية في ألمانيا ولا؟ في ألمانيا. لكن ساعتها انا استعزنت، عايز اسافر نيجيريا قبل ما اعمل عمليه. فعلا هم وافقوا وسافرت، قعدت اسبوعين بعد كده رجعت. لكن انا سافرت لهدف، كان عشان انا ما كنتش فاهم الرباط الصليبي ده ايه، عشان معظمنا في افريقيا لما نسمع اصابه في الركبه بنقول بس ركبه، اصابه في الركبه، مش عارفين تفاصيل هي اصابه ولا منسكس ولا رباط ولا 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 ما فيش. هي ركبه وخلاص. فافتكرت نفس النوعيه حاجه، رحت اشوف الموضوع الاعشاب والكلام ده، لعل واسع ارجع بسرعه والعب، عشان هو بيقول لي العمليه ست شهور. الموضوع كبير. بعد ما رحت قعدت هناك فعلا لقيت لا امور صعبه. فرجعت. قلت لهم خلاص هنعمل عمليه، قالوا لي ماشي.
طب قبل ما تكمل العمليه معنا تليفون حد حبيبك وانت بتحبه. مساء الخير يا كابتن وليد. مساء الفل حبيبك كابتن هاني. ازيك يا نجم، عامل ايه؟ وحشنا حبيبي. انت اللي وحشني كتير، وتحياتي للاستاذه سهام وحبيبي اسحاق. عامل ايه يا اسحاق؟ يا كابتن وليد وحشنا يا كابتن والله. ربنا يخليك حبيبي. طمني عليك وعلى اولادك. كله زي الفل الحمد لله، وانت متألق ويعني ربنا يكرمك دايما. حبيبي يا كابتن وليد ربنا يخليك. بتتابع جيل 2003 يا كابتن؟ والله يعني مقل طبعا شويه، لكن من خلال الكابتن خالد بيبو بقدر الامكان بحاول كل ما النادي الاهلي تحديدا يطلع لعيبه اعاره من مواليد 2000 او 99 بتابع معاه طبعا، وبتابع النتائج بقدر الامكان. وعلى طول احنا مع بعض على التليفون انا والكابتن خالد بيبو دايما. الحقيقه في شغل مميز جدا بيقوم بيه كابتن اسحاق هو كابتن محمد شرف طبعا، واللي عرفته كمان من الكواليس انه منتخب 2003 يعني طالب باربع لعيبه من جيل 2003 في النادي الاهلي. فده يعني ايه مراكزهم ايه يا كابتن اسحاق؟ في اثنين، واحد باك رايت اسمه جودة، وسر باك اسمه ابراهيم، ومحمد شرقية، ونص ملعب اسمه ميدو نبيل. وميدو نبيل ده انا قبل كده ذكرت اسمه كتير انه لاعب مميز. مميز هو اصلا 2004 كمان. كابتن وليد طبعا اسحاق طبعا من يمكن كان حظ وحش شويه في النادي الاهلي، يعني لسه اول سنه طبعا، لسه بياخد نص ساعة في ربع ساعة، أول ما بيحط رجله بدأ يخش في المود بلغة الكورة وياخد. حصلت له إصابة، تتكلم عن دي إزاي؟ وتتكلم كمان كنا سألنا على الكرة النيجيرية وقلة النجوم دلوقتي مقارنة بالجيل اللي فات يا كابلولي. بص طبعا نيجيريا طبعا واحدة من كبار القارة وتقدم كرة حلوة قوي، صحيح الأجيال اختلفت، لكن نيجيريا دلوقتي التصنيف بتاعها ماشي بشكل كويس. متهيألي هم تقريبا الرابع ان لم تخني ذاكره، رابع او خامس منتخب نيجيريا افريقيا يعني حتى قبلينا متهيألي كمان، فقبلينا تقريبا بمركز. فنيجيريا بيرجعوا على التراك ثاني. بالنسبه للكابتن اسحاق انا اهم حاجه ان كل اللي يجي النادي الاهلي يبقى بشخصيه النادي الاهلي. فاسحاق اول ما دخل للفريق بصراحه الناس كلها حبيته، مؤدب جدا ومهذب جدا، راجل كان بيقدم كل ما يمتلك من روح واصرار وعزيمه. وانا عايز كمان كابتن هاني اقتراح برضو، ان قطاع الناشئين يقدم للولاد الصغيرين الفيديوهات بتاعه المدربين بتوعهم. ده مهم يعني جدا طبعا. لان الولاد الصغيرين لما يعرفوا ان المدرب بتاعي كان لعيب بالدرجه الاولى وامكانياته عامله ازاي، واجمع فيديوهات للكابتن اسحاق ولكل المدربين اللي ماسكين، الولد نفسه لما يتفرج على امكانيات المدرب بتاعه اظن ان دي تعمل قناعه كبيره. صح، يعرف مين اللي بيدربه، مين اللي بيقوم بتدريبه دلوقتي، كان ايه، كان في يعني، وبيبقى في مصداقيه في نقل المعلومه. خلاص اللعيب عارف ان جايه له من لعيب كبير ذو تاريخ كبير، وبالتالي تلقي المعلومه كمان بيكون بشكل افضل وشكل مريح للعيبه، فده طبعا شيء مهم جدا خصوصا الولاد الصغيرين. خد بالك احنا دلوقتي بنعاني منها، احنا في ناس كتير جدا خلاص ما شافوناش. صحيح، يعني حتى الجيل اللي بعدينا بتاع بركات وتريكا وشوقي في برضه الولاد الصغيره ولا يعرفوا عنهم حاجه. صح، فانت بالكتير هيبقى والده وممكن والده ما يكونش شافك قوي. فهنا لازم قطاع الناشئين يجمع كل البطولات وكل الانجازات اللي عاملها المدربين، ويتحط فيديو للولاد كل شويه يتفرجوا عليه عشان يبقوا مقتنعين ان الحاجه اللي انا بقولها دي انا جربتها قبل كده. صحيح، مظبوط. فيعني دي نقطه مهمه. اكيد نقطه مهمه جدا. اكيد فرصه وانت معانا كابتن وليد نتكلم عن المباراه القادمه في تنزانيا ومواجهه الاهلي لسامبا التنزاني. بتقول ايه عن شكل المباراه ديت؟ هل هتكون مواجهه متوازنه؟ هل ممكن يحصل فيها مفاجآت؟ كابتن وليد شايفها ازاي؟ ان شاء الله باذن الله ما فيهاش اي مفاجآت، ان شاء الله النادي الاهلي يكسب المباراه. النادي الاهلي ادى رساله مبكره لكل الفرق ان احنا مش بادئين البطوله مش هنهزر. احنا عايزين نروح كاس العالم للانديه السنه الجايه.
باذن الله ان شاء الله. دايما الكبير ومستر موسيماني كمان ارقامه كويسه قوي في المباريات الخارجيه. يعني ما شاء الله مكسب على طول. فان شاء الله باذن الله الرجاله زي ما معوديننا ان شاء الله يرجعوا الثلاث نقاط ان شاء الله. ان شاء الله ثلاث نقاط مهمه جدا كابتن وليد، كمان عشان انت عارف ان سيمبا كمان كسب فيتا كلاب، وبالتالي مباراه اعتقد هتحسم، مش هتحسم بشكل كبير باذن الله من بدري، ان النادي الاهلي هو بطل او على الصداره في هذه المجموعه، فاكيد مباراه مهمه يعني. الحاجات دي بتريح المدير الفني يا كابتن هاني، انت عارف بعد كده، بعد كده لما انا ببقى اول المجموعه بقدر اريح صح. عدد من اللعيبه، اعمل روتيشن، اهتم بالدوري اكتر، اهتم بالكاس اكتر، خصوصا ماتشات ورا بعض يا كابتن وليد انت عارف يعني النادي الاهلي بيخرج من هنا بيخش هنا، فالمباريات كتير، كل ما انت بيكون حتى على المستوى انك متصدر بتبقى في هدوء شويه حتى في التعامل مع المباريات يعني. وخد بالك ده كابتن هاني فادنا جدا السنه اللي فاتت. مظبوط. السنه اللي فاتت وانت كنت فارق في الدوري قوي وكسبان الدوري بين الدورين، ده اداك ارتياحيه ان انت تلعب مباريات، تعمل روتيشن كتير وتدخل كل اللعيبه، فرقت معانا في افريقيا وفي الكاس. ده حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي، مظبوط. ايه اللي الفريق ياخد باله منه يا كابتن وليد في المباراه اللي جايه؟ دايما متعودين فرق افريقيا على ملعبها بتبقى شرسه قوي في العنف، بيبقى الالتحامات قويه جدا، كل الضربات الثابته يعني بالنسبه لنا بتبقى مخيفه، لان هم بيبقى عندهم اطوال، عندهم شراسه، طبعا شويه التحكيم بيبقى سايب برضو الالتحامات البدنيه، لكن احنا عندنا جون كبير، احسن جون في افريقيا، فبالتالي وخط دفاع قوي. يهتموا بس بالضربات الثابته دي مهمه. الضربات الثابته طبعا مهمه، وكمان خلينا نتكلم يمكن النادي الاهلي مع فرق الامكانيات في الفريقين، يمكن اول مباراه لعب مع سونيديب وكان الظهر، برضو ان شاء الله يوم الثلاثاء هيلعب الساعه 3 امام جماهير، يعني خلي بالك كل التذاكر في الاستاد اتباعت بشكل كبير، ففي يعني في جماهير كتيره جدا هتوصل ليمكن ل 60,000 متفرج، ده يأثر شويه، والرغم ان لعبتنا بقالها كتير ما لعبتش يمكن في بطوله كاس العالم للانديه كان في عدد صغير، لكن شايف الامور دي ازاي بالنسبه للجو والارض كمان، ما نعرفش الارضيه وكفاءتها وبالنسبه لوجود جماهير يعني. اهم حاجه فيهم الملعب. الملعب لو الملعب حلو الموضوع انتهى. احنا بالعكس انا شايف ان الجماهير بتبقى عامل ايجابي لينا احنا. صحيح. لان احنا عندنا نسبه الاستحواذ في نص الملعب يعني بقياده قفشه كويسه قوي وعاليه جدا. اظن ان احنا كمان يعني حبينا اللعب بالجماهير خلاص. صحيح. متعودين وراجعين من كاس العالم للانديه كانت المباريات بجماهير وشفنا فرقت قد ايه في الروح مع اللعيبه. صح جدا. بالعكس انا اتمنى ان الملعب يكون مقفول، بس اتمنى يكون الملعب حلو. ارضيه الملعب هتفرق معانا. يا رب يعني. ان شاء الله باذن الله، باذن الله. كلمه تحب توجهها لكابتن اسحاق في النهايه كابتن وليد؟ يعني مستنيين منك كتير، انتوا يعني ماسكين اهم حاجه في الكوره في النادي الاهلي من وجهه نظري. قطاع الناشئين ده بعد كذا سنه لما الانديه تتحول لشركات مفيش نادي هيقدر يعتمد غير على ناشئيه. صح. يعني كل الانديه هتدور تحت، لو عرفتوا تطلعوا لنا 10 15 20 لعيب جامدين يبقى انتوا يعني يتعمل لكم تماثيل. صح. ده اللي كنت عايز اكمل كلامي فيه، ان انت النهارده النادي الاهلي هو اللي بيخدم المنتخبات الوطنيه في كل الاعمار متهيألي، فيعني ففعلا دوره مهم زي ما انت قلت يا كابتن وليد. هتجيلنا امتى؟ انا تحت امركم، ده احنا امتى يعني نعمل احتفاليه بس، وكابتن هاني هو عارف يحضر ايه. انا عارف هحضر لك كل حاجه انت عايزها يا وليد. احنا مستنيينك قريب. تشرفنا يا وليد. ده شرف لينا. انت نجم كبير وكل الناس بتحبك وابن من يعني ابناء النادي الاهلي، واكيد ان شاء الله تشرفنا هنا في البيت الكبير. شكرا ليك يا كابتن وليد. طبعا اتكلم في نقطه كبير. طبعا انا بس عايز اتكلم في حاجه، ان احنا النهارده في معسكر يوم السبت اللي جاي، يوم السبت صح؟ معسكر هيبدا باذن الله. باذن الله. اكلمنا كابتن شويه بقى عن اللي حضرتك بتعمله مع جيل 2003، ايه الخطوه اللي جايه؟ والله طبعا احنا مش جيل 2003 بس، لكن اقول لك شغلنا كله بالنسبه لقطاع الناشئين بنحضرهم
عشان هم فعلا يبقوا هم النجوم المستقبل، هم اللي يجوا دعم للفريق الاول. بدل ما نادي يقعد يشتري لعيبه من بره، بنقول لهم ده فرصتكم انت، ده جوه بيتكم، ما تدلوش ناس فرصه تيجي تاخد اماكنكم دي. دي اماكنكم، لو انتوا اشتغلتوا بشكل كويس، موتوا نفسكم على روح الفنانه الحمراء دي، دي مكانكم، ما حدش يجي ينازعكم فيها. فطبعا في كتير بيستجيبوا منها، فده اللي احنا عايزينه ان شاء الله الفتره اللي جايه. حتى كابتن خالد بيبو السنه دي فعلا امور بدات تتغير بالنسبه لاهتمام زياده بقطاع النادي الناشئين، قطاع الناشئين، عشان دي عشان اللي بعد كده اعتماد يبقى على مش يبقى كل طبعا، لكن بشكل كبير يبقى على قطاع الناشئين. طيب في اعتقد دلوقتي المسابقات واقفه، يعني المسابقات وقفت، دخلاكوا بشكل كبير مسابقات الناشئين وقفت على مستوى المسابقات كله، بطوله الجمهوريه ومسابقات القطاعات كله والبرائم كله. استقبلتوا ده ازاي؟ ويعني والله طبعا احنا ما كناش متوقعين توقف بالوقت ده. القرار ده انا شايفه حقيقه مش قرار سليم، مش في مكانه، قرار سليم مش وقته. انت الدنيا ماشيه الحمد لله، الرياضه ماشيه بشكل كويس، وفي فرق زي 99 و2001 يعني لو لعبوا ثلاث مباريات ماتشين لو لعبوا الاسبوع اللي فات ده فاضل لهم ماتش يخلصوا، واحنا احنا اللي بنلعب الجمهوريه احنا اللي لسه في ماتشات كتير. حتى ماتشاتنا الكتيره دي بنلعب ماتشين في الاسبوع. انتوا لعبتوا كم ماتش لغايه دلوقتي يا اسحاق؟ دلوقتي المرحله الاولى لعبنا 10 ماتشات، 10 مباريات، خلصنا بقينا سوبر، دلوقتي لعبنا ثلاث ماتشات بس، يعني خلال اربع ماتشات، سوري اربع مباريات وقفنا. كان فاضل لكم كام؟ فاضل 12 هي كلها 16 اصلا، 16 مباراه بس. هي اتاجلت ولم تلغى صح؟ يعني قرار التاجيل. أيوة. لكن لكن هو بيقول لك تاجيل لشهر أربعة، اول أربعة. اول أربعة ده المفروض هو نهايه الدوري، نهايه الدوري ده المفروض هنخلص 5/4 عشان دخول رمضان. فزي تبع بتشتغلوا ازاي دلوقتي؟ يعني حتى على الجانب الفني انت وصلت لمرحله بتلعب مباريات وداخل في رتم المباريات، وانا عارف ان اللعيب بيحب دايما المباريات، التدريب والمباريات ده بالنسبه له شيء طبعا مفضل. بتتعاملوا مع الجزئيه الصعبه؟ انا عارف ان الجزء ده صعب، انك بتحضر لسه لشهر أربعة، بتعملوا مباريات وديه، بتعملوا معسكرات، بتشتغلوا ازاي الجزئيه دي؟ لا طبعا ده اول اسبوع اللي عدى ده اللي هو بعد القرار ده بدانا نهيئ اللعيبه، ان كانه ان شاء الله هيبقى فيه ده قرار اتاخد، لكن ممكن في تراجع وفي هيحصل كلام بين بين المسؤولين. أيوة. يشوف بقى هل يكملوا بالقرار ده وهيتراجعوا ايه الاحسن، هيكلموا مع بعض، ممكن يبقى في ده اللي احنا وقفنا عليه، نشتغل عليه ان ممكن نشتغل عليه عشان اللعيبه فعلا جايين وشهم جايين حمدانين خالص، شايفين لا يعني اللي هم اهدافهم هتقف، خصوصا هم بداوا يكسبوا ماتشات، وكل ثلاث ايام اربع ايام ماتش، كل واحد بيستعيد لمسابقه عايز يرجع لحط رجله عايز يكمل. موضوع المنتخب طبعا عامل كبير، كل واحد عايز يحط اسمه عايز ياخد اسمه. بس انا في نقطه مهمه جدا اعتقد واصله لك وواصله للعيبه لقطاع الناشئين، ان مجلس الاداره ومع قدوم موسيماني بدا بشكل كبير يعتمد على اولاد النادي، يعتمد على قطاع الناشئين. شفنا عدد كبير جدا من الولاد بيطلعوا مع الفريق الاول، على الاقل حتى بيشاركوا في التدريبات، في منهم شاركوا في المباريات الرسميه طبعا. فده كمان بيحفز قبل ما اقول للعيب، انت كمدرب بتحس ان لا ده انا قريب وهشتغل وهطلع للفريق الاول. الامور دي واصله ازاي معاكم؟ والجزئيه دي يعني بتوصلوها كمان للعيبه ازاي؟ طبعا احنا الحاجات دي انا كنفسي بشوفها كانها ليا انا بالظبط، حافز ليا لما الاقي كل شويه مدير فني بتاع الفريق الاول بيطلب ثلاثه اربعه من فرقتي، ده انا ببقى مبسوط جدا، كان فعلا كاني انا اللي طلعت. طبعا ده اللي احنا ده هيطلع فرقه كذا، مين اللي شغال في الفرقه دي؟ فلان وفلان وفلان. فعلا يبقى انت اسمك يبدا برضو يسمع، لا فعلا في ناس بتشتغل في قطاع الناشئين. صحيح. فممكن هم كمان لو جه وقت اللي فيه فرصه ممكن ياخد الفرص دي يشتغل، حتى على المستوى حتى بره ممكن يرشحوك في اي مكان تشتغل في انديه كبيره. فدي طبعا حاجه حافز لينا مش لعيبه بس. فلاعيبه وكمان هم بنحفزهم، بنقول لهم طيب انت شايفه فلان وفلان طالع، مش معنى انت ليه لا صح، زي ما هو اشتغل وموت نفسه وعمل مش احسن منه خالص. عندك دي يعني فرصه قدام الجميع، لاي حد يظهر نفسه يظهر بضاعته بشكل كويس
هيطلع فرصه قدام الجميع. هو راجل عايز يشوف عشان الفتره اللي جايه هيعتمد على لعيبه كتيره من قطاع الناشئين، ومع الظروف الحاليه بتاع موضوع كورونا كمان جذبه عنه اوقات تلاقي مثلا عدد كتير مش ما بقاش موجود معاه، فلازم يضطر ياخد من قطاع الناشئين. فطبعا لما هاجي يسال هياخد مين اللي واقف على رجليه على الفور المستعد فورمته عاليه هو اللي يروح. فكره الاعتماد على الناشئين دي فكره مستحدثه وبداها افتكر النادي الاهلي، مش عشان انا هنا بقول كده، بس ده فعلا فكر انتاجه النادي الاهلي بشكل كبير وبطريقه وباسلوب حتى بعد حتى قدوم اللي هو الاجنبي بروكيتش. فايه اللي فرق يعني النهارده الفكره دي فرقت ازاي حتى على مستوى الولاد على مستوى الناشئين في اللعبه؟ بقوا بيفكروا بطريقه مختلفه ولا ايه اللي اثرها عليهم ازاي؟ اثر ايجابي جدا. ان هو بقى قبل كده بيسمعوا كلام لا انت مهما تعمل مش هتطلع فريق الاول. ده كان بيحصل. كان بيحصل بيسمعوا كلام يعني ده كلام ده كان على فكره بيحصل. مش هقطع كلامك هخليك تكمل، بس بيجي ساعات حتى الولاد المميزين يجي واحد ايجنت او سمسار بالظبط يقول له انت لعيب كويس بس مش هتوصل للفريق الاول، فبالتالي الولد دوت طموحه بيقل الوصول للنادي للفريق الاول، او هو ما شافش قبل كده ولاد زمايله وصلوا للفريق الاول فبيمشي من النادي. ساعات اللعيب ده بيختفي بيروح حته تانية. بس اعتقد مع وجود سيستم جديد، مع وجود مدير فني، مع اهتمام مجلس اداره النادي بقطاع الناشئين، دي انعكست عليهم يا اسحاق. اتغيرت كتير طبعا، فكره اتغير في دماغهم زي ما انت بتقولها كابتن هاني فعلا. من هنا وكلاء بيبدا يضحكوا على اللعيبه دي، يقول لا انت مش هتوصل، لكن انا دلوقتي عندي كذا كذا اصفرك واعمل لك وسايول. هتلاقي وحصلت كتير كذا واحد معايا وانا صغير بس الاسباب تانيه بالظبط. فطبعا دلوقتي لما هو بيشوف الارض الواقع فعلا لا ناس بتطلع وبتلعب مزبوط. يقول لا حتى لو حد جه بيكلمه لا يقول لا انا شايف حاجه اهو وانا شغال عليها ان شاء الله هوصل. صح. واولى اولى انا اولى انا من جوه انا فرصتي اعلى من اي حد. ولما اوصل احط رجلي احسن لي بدل ما اسافر حتى لو عندي حاجه اسافرها بره. لا لما اطلع بعد ما احط رجلي في الفريق الاول طبعا، بدل ما اطلع كده قد كده باسم كبير، اسمي كبير ومكسب كبير. قبل ما نروح على مباراه سامبا وتوقعاتك وطريقه اللعب بتاعت موسيماني، عايز اتكلم على اللي بتفكر فيه، طموحك مع النادي الاهلي، تفكير كابتن اسحاق اول ايه في الفتره والله اللي جايه؟ طموحاتنا كبيرة طبعا. خصوصا مع النادي الكبير النادي الاهلي. 2003 من امتى؟ من سنة. من سنة؟ من سنة. قبل كده كنت اشتغلت مع مواليد 99 و 98، بعد كده اشتغلت مع ال 2000 و 2001. اشتغلت مع كذا مرحلة يعني. واحد فيهم نجوم يعني، طلع العربي بدر وحمزة. عربي بدر وحمزة وشادي رضوان ومحمد فقري. بالظبط كتير يعني تحت. احمد ياسر ريان، احمد حمدي، كل دول كان. عمار حمدي برضه كان كل ده انا اشتغلت معاهم. مميز. قبل ما نروح للحته اللي كنت هتتكلم عليها سهام، تقييمه للنادي الاهلي كمان والمباراه اللي جايه، هل خلاص بداتوا في قطاع الناشئين؟ لان انت عارف قد ايه قطاع الناشئين مهم جدا، ونفسنا نوصل للمدارس الاوروبيه في تعليمها للولاد، وان هم بيربوا جيل يعتمد عليه. وحدتوا طريقه اللعب لكل الفرق يعني دي كانت مهمه. اسال ان خلاص النادي الاهلي معروف بيلعب 4-2-3-1، هل ده اتنقل كمان والطبيعي انه يتنقل لكل قطاعات الناشئين انها تلعب سيستم واحد، طريقه اللعب تبقى واحده؟ وده مهم عشان لما يجي مدير فني يطلب من اسحاق انا عايز باك يمين، يبقى الباك اليمين طالع عارف بالظبط طريقه اللعب، عارف واجباته الدفاعيه واجباته الهجوميه. بتشتغل على ده كل اسحاق؟ بدانا من السنه اللي فات كان في حاجه زي كده بدأناها، لكن مش بشكل قوي. لكن السنه دي فعلا هي دي السيستم اللي احنا بدانا نشتغل عليه، حتى مع وجود المدير الفني بتاع مستر مايكل. هو ده اللي بنشتغل عليه دلوقتي، سيستم موحد من 13 سنه ل 14، سيستم موحد ان هم كل فرقه اللي بتلعب طريقه لعب واحده، و الفرقه اللي بتلعب ملعب كبير 11ات كل طريقه واحده. فبنحفز خط الدفاع وخط الوسط وخط الهجوم، كل واحد بياخد الشغل اللي هو المفروض لو
جه فرصه يطلع يبقى عارف بناء على مركزه هو عارف بيعمل ايه. وده احنا مركزين فيها، وفي محاضرات بتحصل كتير، نظرية فيديوهات فيديوهات كتيره يعني ما حصلتش قبل كده بصراحه. يعني ما فيش اسبوع دلوقتي يعدي من غير ما يبقى في محاضره مرتين او ثلاثه، كل فرقه فيديو ماتشها، مش ماتش ناس تانية، ماتشها هو كل ولد يشوف نفسه، يشوف ايه اللي بالظبط ايه اللي عمله صح من الكلام اللي هو بياخده والشغل اللي هو بياخده، بعد كده يشوف ايه اللي هو عمله غلط يصححه، نصحها له الفيديو، يشوف لو عملت دي وكذا وكذا هو يشوف الفرق. مع الفيديوهات دي بتفرق كتير. ده ما كانش حصل قبل كده. قبل كده حتى لو مثلا بتصححه على حاجه بتقول له بس ما فيش الفيديو قدام، ما فيش صوره، ما بيشوفش نفسه. ممكن يقول لا ما حصلش. وانت عارف الكابتن ده دايما بيقول لك لا ما حصلش. ما حصلش، تعالى بص اهو. دلوقتي بقى بتقول له تعالى. تعالى اهو بص معايا الفيديو. قول مين ده؟ فلان. طب شفت المفروض لو عملت كذا. ده مهم. الموقف ده يتحل بشكل كويس، لكن انت اخرت خطوتين لورا او خطوتين لقدام هتفري معانا. اسس ومعايير ومنهج. بالظبط. برضه ما قلتليش طموحك ايه يعني؟ والله انا عندي طموح كبير، عايز طبعا اول حاجه لو في فرصه انا اطلع فريق الاول، فرد من اسيست كود. يعني جزء من الجهاز الفني. جزء من الجهاز الفني باذن الله ان شاء الله ربنا يكرمنا. اول لو ما حصلش ان شاء الله بره هيحصل بعد كده، عايز ابدا اخد خطوه بره الانديه الكبيره مثلا، حتى لو ممتاز به او درجه ثالثه كمدير فني. مدير فني خطواتك. أيوة طموحات كمدير فني بالزبط. بس طلع لنا 4-5 لعيبه الاول وبعدين ان شاء الله فخلينا نتكلم ان طموحاتك طبعا طموحات يعني مشروعه جدا، وطموحات النادي الاهلي فيك وامال النادي الاهلي كمان فيك انك الجيل اللي ماسكه ان شاء الله 2003 مع الكابتن شرف، مع محمد شرف. مدرب كويس، مدرب هايل. مدرب هايل يعني كان ابن فابيو كان موجود معاكم في 2001 فبيشكر فيه جدا، مدرب كبير. مدرب ما شاء الله. فده جماهير النادي الاهلي اللي عايزه، نفسنا اسحاق وانا بتكلم باسم وجماهير النادي الاهلي نفسنا من سنين كده يطلع 4-5 لعيبه ستاندنج ويكملوا لمده 10-15 سنه. عندنا امثله عماد متعب طلع، وعندنا امثله كبيره جدا نفسنا ان شاء الله من خلال اللي بتقوله، من خلال النظام اللي انتم ماشيين بيه. اعتقد النادي الاهلي قريب جدا هنشوف مجموعه من قطاع الناشئين او مولاد النادي الاهلي ان شاء الله يمثلوا النادي الاهلي ومنتخب مصر كمان باذن الله. باذن الله. انا باكد لك من جيل 2001 ده الجيل بتاع فابيو دلوقتي في 4-5 موجودين في الاعراض، في الاعراض في الانديه كويسه، وان شاء الله السنه سنتين هتلاقيهم راجعين تاني جوه النادي الاهلي يخدموا النادي الاهلي، اللي هم لعيبه مميزه جدا عندهم امكانيات باذن الله ان شاء الله. خلينا نتكلم عن مباراه المريخ ومنها الى سامبا ان شاء الله المقرر ليها يوم الثلاثاء الجاي. المباراه هتلعب الساعه 3 العصر ان شاء الله. ان شاء الله. كنت متخوف انه الاهلي مع المريخ يحصل له زي اللي حصل مع الزمالك ومولوديه الجزائر يوم الجمعه اللي فات في دور المجموعات، ولا كنت عارف ومتاكد انه الاهلي هيتخطى المريخ؟ لا انا كنت عندي ثقه 100% ان هنكسب الماتش ده. نعم. ايه جات لك الثقه دي منين كابتن اسحاق؟ انا عندي ثقه، انا عارف النادي الاهلي. نعم. النادي الاهلي ما بيفرحش قوي بزياده على اي حاجه اللي هو خدها. هو عارف دايما ده طموحاته، ده هو بيشتغل على اعلى حاجه. فكنا احنا رحنا كاس العالم الانديه وخدنا برونزيه. نعم. عملنا ماتشات كويسه فرحانين، لكن ده ما يبعدناش عن تركيزنا، وانا عارف ده سياسه النادي ولاعيبه النادي الاهلي فاهمه بثقافتها بكل حاجه. فاهمين ده كويس قوي. فحتى لو بعد ما ماتش شغال عدى الشوط الاولاني 0-0 ناس بتقول اهو زي ما احنا بنقول ممكن ما نكسبش ماتش يطلع تعادل والكلام ده، بقول لهم لا النادي الاهلي بيلعب حد اخر دقيقه، وانا عندي ثقه ان النادي الاهلي هيكسب اي وقت طالما هو حد محدد اهدافه وعارف قوته. فهيكسب اي وقت، هي مساله وقت بس. مساله الوقت. والحمد لله ربنا. وده كلام ده الكلام ده دايما بنقوله ان ديت متربيين عليه. انا اتربيت على الكلام دوت. بتزرع الكلام ده لو جالك ولد صغير لسه ما دخلش اجواء النادي الاهلي بتربي فيه ازاي دوت؟ يعني دايما بنقول احنا خدنا دوت جوه النادي الاهلي اتربينا عليه. لو حد جاي لك ولد كويس وبدا يخش في الفرقه فبتقول له ايه؟ بتوعيه ازاي؟
والله بنوجهه طبعا حاجات فنيات، نعرفه بقيمة النادي الأهلي وفلين الحمراء دورها ايه في المجتمع، مش بس هنا في مصر، لا في البلد العربية كلها عارفين قيمة النادي الأهلي اي حتة. واحنا بنشوف، احنا دي تجربة احنا خدناها وشفناها واحنا ماشيين في الشوارع، ذاك كابتن عامل ايه، اخبارك ايه، نادي يعمل. حتى احنا دلوقتي ما بنلعبش لكن هنعمل ايه بكره مثلا، صح ماتش، صح اي حد يقابلك هنعمل ايه بكره. شوفوا الروح، روح دي اللي منتشره بين الجماهير النادي الاهلي. فلما تبقى انت واحد بقى جوه سواء كمدرب او لعيب في الناشئين، صح انت بتحس بمسؤوليه، مسؤوليه كبيره عليك، فدايما بتحاول تقوم بدور كبير ان اللي تحت ايديك توصل نفس الاهداف دي، يفهمها بشكل كويس، يعرف قيمة الحاجة اللي في ايديه عشان هو برضو يطلع لجواه. حلو. فالحمد لله حتى كان في تجربة في الدور الاولاني كنا بنلعب سموحة، كنا اول 7 دقايق دخل فينا جونين. اوكي. اللعيبة بقى منهارة، فاكرين ذكرناهم، لا احنا في التمرين بنقول لكم ايه؟ بنقول لكم حتى ممكن تكسب في اول ماتش او في نص الماتش او في الاخر شوط او في الاول شوط الثاني، دي الكلام ده بنشتغل معاهم على كده. هو ده اللي بتكلم عليه. لما فكرناهم بداوا يراجعوا نفسهم، فعلا كانوا فاكرين لا ماتش راح خلاص. فالحمد لله رجعنا جبنا جونين في دقيقه 92 و93. والله بعد مسموحه كانت هي كانوا متقدمين علينا ب2-0. لما ذكرناهم بالكلام ده افتكروا فعلا، لا احنا واقفين على رجلينا فهنقدر نعملها، طالما لسه حكم ما صفرش صفاره النهائي. برافو. فرجعنا للموضوع البلس 90. دايما البلس 90 مش من الفريق الاول، ده من تحت. وحاجه مهمه هو قالها، ده لازم لعيب يتعلم كلام، لازم يتعلم وعمليا، يعني عمليا في الملعب. كنا مبسوطين جدا بالظبط، مش والله مش عشان نتيجه، نتيجه قد تكون قد لا تكون، لكن اللعيبه يبقى عندها وعي ده يرجعوا في الماتش بالظبط بالشكل ده. هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده روح الفانيلا الحمراء اللي بتلعب دور ايجابي بالذات في المباريات اللي زي دي. طبعا احنا بنشكرك جدا. الله يخليك. بنتمنى لك التوفيق جداً اللي جاي. يا رب يا رب، دعواتكم ان شاء الله. نورتنا وشرفتنا يا اسحاق، ودعواتنا ليك بالتوفيق على مستوى الطموحات الشخصيه ليك ان شاء الله، تكون مدرب واعد ويتحقق كل اهدافك هنا في مصر، وعلى مستوى الجماهير النادي الاهلي تخرج لنا من مصنع الابطال ومصنع النجوم قطاع الناشئين النادي الاهلي، ان شاء الله تشتغل بشكل جيد وشكل ان شاء الله يطلع لنا نجوم للنادي الاهلي في المستقبل. شكرا جزيلا. باذن الله طبعا، بدعمكم ودعم قناه النادي الاهلي برضو بتدينا ثقه وقوه، كل ما بيجوا ورانا في الماتشات بنحس فعلا اهتمام بالزياده. صحيح. الحمد لله، ربنا يديم المعروف معنا. موفقين يا كابتن اسحاق. يا رب. كل ربنا الشكر. ربنا. بعد الفاصل نستقبل النجمين الكبار كابتن رمضان السيد وكابتن فتحي نصير في البيت الكبير. برحب بحضراتكم مرة تانية، فقرتنا الحوارية المهمة جدا الأخيرة دي هنتكلم فيها في العديد من الملفات بخصوص النادي الأهلي وأيضا بطولة الدوري الممتاز. النهاردة مشرفنا 2 من كبار الكرة المصرية، مش الأهلي بس، الكابتن فتحي نصير والكابتن رمضان السيد. برحب بيكم، نورين بيتكم يا كابتن. ربنا يخليك يا سام. الله يخليك يا كابتن رمضان. الله يخليك يا سام. منورنا. الله يخليك. وحشنا يا كابتن. وحشنا. عامل ايه؟ والله وانتم كمان والله. على طول والله يعني. عمر عامل ايه؟ عمر تمام. ميسي كويس؟ بيقولوا اعلى فنيه من كابتن سيد معوض. رايك ايه في الكلام ده؟ احكي لي. لا ان شاء الله باذن الله يبقى حاجه كويسه فعلا. بيقولوا فعلا من النواحي الفنيه افضل بكتير من كابتن. هو بيمتاز. او عداه بيمتاز ان هو سكورر، يعني ما شاء الله. جناح مهاجم. يعني وبيعملها بشكل ما شاء الله حاجه، ما شاء الله عليه. حاجه كويسه. ربنا يوفقه يا رب. هو كان لسه طالع من اصابه كده في كتفه. فالحمد لله رجع بالاسبوع دوت، يعني ابن الوزع وامي كان. والله انت كنت نجم كبير. ربنا يخليك يا هاني. كابتن فتحي منورنا ودايما بتشرفنا في البيت الكبير. عايزين نبدا الحوار مع حضراتكم من الاخر، يعني خلينا من اخر مباراه للنادي الاهلي مع المريخ. رؤيتك يا كابتن فتحي للمباراه ديت وكانت اهميتها ايه بالنسبه للنادي الاهلي بعد مشوار وبعد انجاز كبير بالفوز بالبرونزيه، لكن بيقفل الصفحه وبيبدا مشوار العشره يا اهلي. المباراه طبعا دي انا بعتبرها من اصعب المباريات
اللي كانت هتقابل النادي الاهلي. ليه؟ لها اهداف كتير او لها تارجت كتير او لها نتائج كتيره، مش نتائج ان انت 3-0 بس، لا. هذه المباراه نمره واحد هي بعد كاس العالم. اي فريق بعد كاس العالم بيجي منتشي، بيجي حاسس بنفسه، اللعيبه فكه شويه، كنتوا لعيبه، رونالدو كان لعيب، ده بيبقى طبيعي. لا، اللعيبه بتفك، مهما كان المدرب يحاول يلمهم ويقول لهم افصلوا، كانت برضو بتاخد وقت. مظبوط، لان كمان الوقت قليل. يعني المسافه ما بين المباراه الثلاث، واحنا اخر مباراه لعبناها الخميس يوم التتويج، فكانت المسافه قريبه جدا. ما تلحقيش وسفر، ما تلحقيش تلموا الفرقه انها تقول لها تعالي احنا عندنا هدف تاني، هنبدا المشوار تاني، ده مشوار البطوله دي وخصوصا نفس البطوله. يعني هم ما فصلوش بدوري، ده بطوله افريقيه، ماتش افريقي تاني. مظبوط، والماتش ده هيأهلني ان انا ارجع تاني ادور على البطوله دي عشان اصل للتتويج ده، عشان اسافر اليابان. ثلاث ايام كتيره، فين انا كنت فوق وعملت التوب وبعدين مطلوب مني ابقى في التوب تاني وابدا من الاول تاني مشوار؟ ده انا كنادي اهلي. دي نمره واحد. نمره اتنين، الغيابات اللي كانت عندي. هتقول لي الاهلي في مجموعه لعيبه، في، بس في الهيكل الاساسي لما بيغيب منه حد بيؤثر فيه. يعني ممكن اغيب افراد، لكن في العمود الفقري او في الهيكل الاساسي بتاع الفرقه يؤثر في ان انا عندي. طيب، دي حاجه. كمان الحاجه الثالثه، انك انت هتلعبي فريق حافظك كويس قوي، لان المريخ وجايين ومعسكرين هنا وعارفين وشايفين واتفرجوا على المباراه، باب مفتوح الاهلي، فاحنا بقينا عارفينهم دلوقتي. والمريخ السوداني برضو الهيستوري والتاريخ بتاعه معانا، الكره السودانيه كره متقدمه، كره فيها اداء، فيها دايما منافسه مع النادي الاهلي. طب كويس، اذا هذه المباراه بقول ليه صعبه، كانت صعبه جدا. لكن الحمد لله، الحمد لله ان قدرنا نفصل، ودي بتبين على شخصيه لعيبه النادي الاهلي وكفاءه الجهاز الفني والاداري في انهم ازاي يفصلوا اللعيبه من بطوله لبطوله، من مباراه لمباراه. نعم. من ان انا احضره نفسي تاني واشحنه، ونشحن البطاريات عشان نشحن بطاريات النادي الاهلي استعدادا للانطلاق في مباراه يعني ما اقولش سهله، لكن مباراه باينه في الاول كانت فيها صعوبه، بس كانت عايزه صبر. والصبر برضو مع الناس الكبار ومع الكفاءات الكبيره مع الامكانيات الكبيره بتؤثر علينا، وشفناها والحمد لله نجحنا ووصلنا بثلاث اهداف. مع اعتراف المدير الفني لسامبا ديدي جوميز بانه الافضليه للاهلي، هل تتوقع فعلا يعني تمشي مع الراي ده، ولا هو علشان فاز وعلى خارج ارضه وحقق النتيجه لا ممكن نشوف مفاجاه كابتن رمضان؟ لا اعتقد ان النادي الاهلي، يعني يمكن انا طبعا تاكيدا كلام كابتن فتحي الحقيقه، يمكن احنا في النادي الاهلي في 2006 لما حصلنا على البرونزيه رجعنا اتغلبنا من الاسماعيلي في استاد القاهره 3-0. فعشان تخرج اللعيبه من وهو جاي منتشي وهو جاي بيعتبر بيقول لك ايه، لا ده انا لعبت مثلا على اعلى مستوى وقابلت فرق مثلا بتقابل مثلا بايرن ميونخ، وبيرجع كمان ببرونزيه، اعتقد دي عشان ترجعيهم تاني جوه بطوله افريقيا، وفي اول مباراه فرقه فعلا حافظانه وفرقه عارفانه وعارفانه بالاسم، وهم كمان كانوا متابعين الحقيقه مبارياتنا في كاس العالم للانديه. فاعتقد المباراه كانت صعوبتها في كده. لكن احنا لما بنيجي نكلم مدرب الحقيقه سيمبا، الحقيقه وهو بيتكلم بيقول ان النادي الاهلي هو حاجز المركز الاول، ويبقى في المنافسه بين الثلاث فرق على المركز الثاني، اعتقد ده طبيعي. ده طبيعي بالمستوى اللي النادي الاهلي واصل ليه. يعني 100% يعني، بس هو عايز يعدي من الجوله الثانيه. يعني هو بص انا هقول لك حاجه، هو مكسبه كمان طبعا مديله فرصه. يعني مكسبه في المباراه الاولى خليه طبعا منتشي يا كابتن، هو ثلاث نقاط، هو ما كانش عامل حسابه كمان. خلينا بكل امانه ان بيت اقرب
كان مرشح هو طبعا يفوز ان هو اللي يفوز بالمباراه بالظبط كده. فعشان كده الراجل قال كده وهو فعلا عنده حق. النادي الاهلي اولا في حاله بدنيه وحاله فنيه اعتقد يعني حاله عاليه جدا 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 رغم من الغيابات اللي كان موجوده وفعلا غيابات مؤثره جدا. لما بتتكلمي في ايمن اشرف تتكلمي في علي معلول تتكلمي في طاهر تتكلمي في الشحات لا عناصر اللي هي كانت اساسيه في الفتره اللي فاتت قبل ما يروحوا كاس عالم للانديه وفي نفس الوقت في البطوله فلا الغيابات كانت مؤثره جدا الحقيقه. ورغم ذلك احنا الحقيقه النادي الاهلي قدم مباراه كبيره جدا ونتيجه طبعا سكور عالي جدا وكان ممكن كمان السكور دوت يزيد. يعني يمكن هي انا في رايي الحاجه الوحيده احنا دايما يمكن واحنا بنتكلم مع بعض يا هاني بنتكلم بقى في صراحه شويه اكيد اكيد طبعا. يعني يمكن احنا كنا مع بعض قبل كده وقلنا ان طاهر محمد طاهر لعيب اوروبي بس هو لسه لازم يبقى فيه ثقه وفي اختراقاته وانطلاقاته والكره بتاعته والتسديد والحاجات دي كلها. اعتقد ان طاهر محمد طاهر اثبت فعلا كلامنا من اخر مره للنهارده شايف انه عمل ده طبعا 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 غير يعني طاهر الحقيقه في بطوله العالم للانديه الحقيقه كاس العالم للانديه اعتقد غير بدايته هنا في البطوله المحليه طبعا لا طاهر طبعا. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ بنتكلم ان احنا الحقيقه احنا على طول متعودين كتيم النادي الاهلي ان احنا بنعمل الضغط بشكل قوي جدا وبنستخلص الكره بسرعه وفي نفس الوقت احنا واحنا بنحضر في الثلث الدفاعي ماشي يبقى الريتم معقول يعني لكن في الثلث الهجومي احنا كنا اسرع من كده كتير قوي. أيوة. لازم نبقى اسرع من كده عشان يعني احنا لو بنتكلم يا كابتن فتحي في مباراه المريخ الحقيقه لو احنا الريتم بتاعنا سريع في الثلث الهجومي احنا كنا جبنا سكور كبير جدا. كان رتم سريع لا هو كان يعني الريتم كان بيفرق شويه ما هو يعني بدنيا كمان خد مننا جزء كبير يعني اعتقد وجودنا ثلاث مباريات خلال اسبوع واحد مع انا في رايي الريتم مختلف حتى وانت بتلعب الدحيل بتلعب البايرن بريتم مختلف وكوره مختلفه بتلعب الميراث الريتم نفسه مختلف يعني ده طبعا حضراتكم عارفين ان الريتم بيختلف طبعا طبعا بياخد من المجهود البدني بجانب طبعا الجزء السفر وانك بتلعب مباراه فممكن يكون كان في بطء في الثلث الاخير شويه وعدم احراز اهداف نتيجه اللمسه الاخيره الفينش ما كانش مظبوط والتركيز جوه ال 18 ما كانش موجود يا كابتن فتحي ده الشوط الثاني شفناه بشكل مختلف تماما ما كانش موجود ممكن للضغوط الضغوط بتاثر يعني الجهاز العصبي بتاثر على الجهاز العصبي وبالتالي بتاثر على قدره وصول الاشاره من المخ للعضلات في انك تتحرك بسرعه في انك تاخد القرار بسرعه فالسرعات ده كابتن رمضان كابتن هاني في داخله لها شغل في الجهاز العصبي ده شغل علمي بقى ايه الجهاز العصبي؟ الجهاز العصبي ان الاشاره بتطلع من المخ العين للمخ المخ للعضلات ثم للتنفيذ مجهد الجهاز العصبي مجهد الجهاز العضلي مجهد فالاجهاد ده بيخلي الاشارات تروح بطيئه فلما بتروح بطيئه انت ساعات الكمبيوتر نفسه بيهنج شويه كده تلاقيه مش قادر هو شايف بس مش قادر هم مش قادرين نفس اللعيبه يمكن البطء ده بيرجع ليه نقول اجهاد اللي حصل الجهاز العصبي في الفتره الاخيره والجهاز النفسي ده اللي المدرب ما يقدرش يتحكم فيه كتير قوي غير ان اللعيبه تكمل لك المباراه كده يعني سرعه الاداء والريتم العالي والكلام ده اللي هو استنفذناه في مباراه بايرن ميونخ ومباراه بالميراس وكده طبعا زائد السفر زائد تغيير مكان النوم يعني ايه مكان النوم يعني انت كنت بتنام مثلا في الدوحه دلوقتي كذا يوم في على سرير معين في اتجاه معين في اوضه معينه جد دلوقتي غيرت الاوضه في الاوتيل الثاني مش ممكن هتحط دماغك وتنام على طول استحاله كل دي بتدي او بتخلي اللعيبه مجهده وبعدين يا كابتن في نقطه ثانيه كمان مهمه جدا في تنزانيا فكره برضو الطقس يعني انت رايح على حر عندهم حر دلوقتي حر برطوبه كنت لسه هقولها عمرك عندهم الرطوبه اعلى بكتير معدلاتها من مصر فدي الرطوبه بتقلل نسبه الاكسجين وبالتالي التنفس بيبقى صعب شويه عليهم على اللعيبه لكن احنا رايحين برضو قبلها بثلاث ايام معقوله احنا رايحين الجمعه والمباراه يوم الثلاث في نفس الوقت انت رايحه على مباراه هم كسبانين وفرحانين الفرقه الثانيه يعني كسبانه بره ملعبها
وحاسه انها يعني مستريحه، وحاسه ان المباراه دي هي المباراه الفيصليه بالنادي الاهلي. ايوه وفريقهم هما الاثنين، مين اللي هيحدد يكون ترتيبه في اول المجموعه. النادي الاهلي رايح طبعا بخبراته، رايح بقوته، رايح يعني ببرونزيته بتاريخه طبعا. أيوة طبعا بالتسعه بتاعته، رايح أيوة. كل الحاجات دي ما هي دي برضه هتمثل عليكي عبء، ان هم هيلعبوا معاكي متحمسين جدا جدا جدا. يعني ضغوط اكتر. يعني هتديكي ضغوط. في فرق بين يعني الضغوط الساعات، الساعات طبعا الوصول للقمه والاستمرار عليها، ده كمان بيدي اي منافسه يا كابتن. انت عارف طبعا بيلعب النادي الاهلي اللي طبعًا. واخد برونزيه العالم. طبعا فده بيديله كمان هو يمكن هو يمكن يعني برضك في حاجه من ضمن الحاجات اللي حصلت لنا في مباراه المريخ الحقيقه. انا رغم ان احنا بنفقد مثلا 5 لعيبه من التيم الاساسي صحيح. لكن دي كانت كمان في مصلحتنا، لان احنا طبعًا. احنا حطينا 5 عناصر جديده، وخمس عناصر مش متعرضين لاي نوع من الاجهاد ولا الاصابات ولا اجهاد ولا اي حاجه خالص. والخمس عناصر كمان يا كابتن فتحي عاوزين يثبتوا وجودهم في الفتره اللي جايه. وطبعا ما انا عشان كده انا بتكلم ان رغم ان احنا الغيابات كانت مؤثره جدا، لكن في نفس الوقت احنا اتخدمنا. يعني احنا لو راجعين بالمجموعه كلها واتلعبت بال 11 لعيب اللي لعبوا 3 مباريات هناك، اعتقد ان يبقى كنت هتحس ان في اجهاد والامور صعبه. انا اتفق معاك يا كابتن، وخاصه محمود وحيد. يعني اتكلمنا على محمود وحيد، ولكن كان خد وعارفين امكانياته بقيه اللعيبه، لكن محمود وحيد كان غايب بقاله فتره طويله. طبعا طبعا. وانك بتلعب مكان نجم كبير زي علي معلول، وكان ايمن اشرف كان مؤدي فيها بشكل كويس، انك بتظهر بهذا الاداء، اعتقد مكسب ان كمان انك بترجع محمود وحيد كمان انه يخش في التيم. انت عارف يا هاني انت في الماتشات اللي جايه يعني كابتن اتفضل دي صح 100% صح. ليه؟ لان دي دوافع جديده، كل واحد بالاضافه انه عايز يكسب المباراه، عايز يثبت نفسه. طبعا عايز يثبت نفسه طبعًا. ان انا كنت بعيد وان انا كده واول مباراه ليا ولازم ان انا اادي. فالدوافع لهم كمان كانت عاليه قوي صح. يعني دي برضو كانت مع النادي الاهلي. بس طبعا كانت كانت في نقطه نقطه، هل هي ما ممكن يبقى 5 جداد يا كابتن هاني يا كابتن رمضان سامي، ان ممكن ما يكونوش مندمجين في الناحيه الخططيه، فده شغل المدرب صح انه نجح فيها. ما ممكن اجي انزل 5 جداد والخمسه ما يندمجوش مع الخمسه التانيين. عشان كده كابتن فتحي كلهم كانوا موجودين في بطوله زي المونديال بالزبط. يعني انا شفت محمود وحيد كان فتح اللايف على طول، ما بعدش قوي عن الفريق بالزبط. ولما دخل في ماتش المريخ لا كانه ما غابش الفتره اللي فاتت. وخلي بالك ده شغل كده شغل التدريب حق كابتن فتحي بيتكلم على شغل المدرب ليه؟ أكيد. لان في فترات كتيره لعيب الكوره لما بيقعد بره وبيجي يخش على الفرقه بيخسر رتم الفرقه نفسه، بيخسر البوزيشن، بيخسر التكتيك. فاعتقد ده كان الهرموني بيضيع منه. الهرموني بيضيع منه، بس ده بيتضح منه يا كابتن ان موسيماني مش مركز مع ال11 اللي بيلعبوا او ال12، ده بيتكلم مع الفرقه كلها على الفرقه كلها بتمرنه بشكل جاد جدا وبشكل هو قوي جدا. هو ده عشان كده محمود وحيد ظهر بشكل كويس. يعني انا اقول لك حاجه على محمود وحيد الحقيقه، يعني احنا النهارده محمود وحيد قبل المباراه كانت في ناس قلقانه لان هو بيلعب مكان مين؟ مكان افضل سنه لعبه في افريقيا صحيح علي معلول. فبالتالي انت المباراه في الـ في الـ في كاس العالم للانديه الحقيقه لما علي معلول اتصاب انت عملت ايه؟ جبت خدت ايمن اشرف من المساك وديته باك ليفت. ده مش هيحصل تاني بعد الاداء اللي اداه محمود وحيد في المباراه اللي فاتت. مظبوط يا كابتن، برافو عليك. يبقى يعني خلاص عندنا بديل يعني علي معلول، قدر الله واي حاجه. محمود وحيد هياخد في المكان ده. ده كان مهم قوي. طبعا اجايه برده كان غايب بقاله فتره. اجايه ده حاجه بصراحه، اجايه الذهب الذي لا يصدق. قصر كل اي حاجه بقى، علم التدريب كسر حاجات كتيره جدا. والله لان ده راجل غايب سنه كتير بس ما حسسكش انه غايب. 20 دقيقه اللي اشتغلهم في بطوله كاس العالم للانديه كان ليه تواجد وليه تواجد قوي جدا. ال 90 دقيقه اللي لعبهم، الوقت اللي لعبه لعب مباراه المريخ بالثمان دقائق الاكسترا، ده في تميز كمان. ده عامل ظهور لكهرباء يعني بتاع واحد بقى في الملعب بقاله لكن ده مش بتاع واحد بعيد ابدا. تعليقك يا كابتن فهد. لا هو طبعا اللعيب المهاري سهل انه يندمج يا كابتن. طبعا يعني انتوا تعرفوا في لعيب بيبقى مدني، في لعيب مصنوع، في لعيب مهاري. اللعيب في الثلاثه دول هو من اللعيب المهاري. اللعيب المهاري سهل لما يرجع يندمج في الفرقه لان مهاراته بتساعده على ان هو يعيش جو الفرقه.
اما لو بدني بس الفكر مش هيوصل مع فكر الفرقه، فهتلاقيه بطيء او تحس انه بعيد. بس هو جاي في النقطه دي كان بيتكلم عليها كابتن رمضان انه حتى على المستوى البدني هايل يعني هو لعيب مهاري ساعده انه هو تحت المواقف الصعبه يتصرف صح، يعني ما عندوش حته، لكن كمان يندمج في الفرقه البدنيه اللي بتتكلم تحسش ان في فرق، رتم المباراه مختلف عن التدريب، وبالتالي هو بتحس انه هو على طول رجليه في الملعب. فده كمان مكسب لينا لموسيماني انه على الشكل الخططي. في فوائد كتيره جدا، يعني بنتكلم مثلا على جاي. الحقيقه يا هاني أجاي كان قبل الإصابة كان مجهد بشكل كبير جدا 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 يا كابتن فتحي، حتى أداؤه مستواه كان نزل، يعني حتى في المباراة قبل الإصابة كان مستواه نزل. أعتقد حتى هو الفترة اللي فاتت الإصابة ساعدته إن هو طبعا يرجع تاني، نفعته. وفي نفس الوقت زي ما بقول لك هو لعيب كرة، أنا بعتبره من اللعيبة الجامدة جدا في الكرة في النادي الأهلي، لأن بيعرف يلعب الناس اللي حواليه ويعرف يربط مع الناس اللي حواليه في الثلث الهجومي. ودي ميزه كويسه قوي. يعني ده في فتره كان عندنا علي معلول واجايه كان افضل ثنائي مثلا موجود في افريقيا، يعني بيتعاونوا مع بعض وعاملين ربط مع بعض. ده كمان ايه، ده كان في مباريات الحقيقه كنت تحس ان هم بيلعبوها مغمضين عينيهم غيباني حافظين بعض. يعني في واحده خد علي معلول خد فيها ضربه جزاء وهو الراجل مديله ظهره راح حاططها له جوه 6 يارده، علي معلول ازاي واخد ضربه جزاء. ففعلا اجايين الحقيقه من مكاسب الكبيره جدا جدا عودته الحقيقه. طبعا بواليا اخيرا اخيرا سجل هدف. لا بقى يا كابتن فتحي لا يعني برضو الناس تقول ان هدف سهل، هو مش سهل. لا مش سهل، ما حصلت مع مهاجمين كتير انفراد مع الحارس وبيضيعوها، فهو تفكيره برضو وتفكير انه هو يعني يشوطها، مش انه يرقص، مش انه يروح، مش ان ينتظر انه يقابل الحارس، ان هو وبعدين وهو بيتحرك، لان هو بيتحرك دي بتدي ما بتديش فرصه للحارس المرمى انه يقدر يحدد الكره فين، لان هو بيجري. لما انت بتشوطي وانت واقفه الحارس بيركز على الكرة فبيعرف ازاي يقدر يصدها، اما لو هو بيتحرك زي وهو بيجري كده وبيشوط صعب على الحارس يركز الكرة فين، وحتى ممكن الكرة تحت رجله وانها تخش. فدي برضو نقله له ان احنا كسبناه كنادي اهلي، انه مش هنقول تفك النحس او كده، لكن هي ساعات الكرة فتحت معاها، نقول الكرة يعني مش هنقول المكنه بتطلع قماش دلوقتي، الكرة كانت ما عندها شويه بتعنده عشان تثبت ان هو يصمم اكتر من واجب. هيفرق معاه زي في الماتش اللي جاي. تعقيب الحقيقه على بواليا، الحقيقه انا في رايي من وهو حتى بيضيع وهو ما بيجيبش جوال، لا مهاجم كويس قوي، عنده مميزات المهاجم، يعني السرعه، القوه، المهاره، بيعرف يربط مع الناس اللي جعان جوال، تحس الهنجري، تحس الفرود. الحاجه الثانيه كمان يا كابتن فتحي، انا ما بعتبروش ان هو ده اول هدف ليه، انا بعتبر ان بواليا الهدف بتاع الحقيقه الدحيل ده 90% ضوافره كانت اوفسايد، 90% ضوافره رجليه كانت اوفسايد، يعني مش عليك. يعني الهدف كمان الهدف الهدف بتاع حسين الشحات نفسه، هدف حسين الشحات في الدحيل 90% والتر بواليا، لانه هو ضغط على السردباك اداها لحسين شاط. ونقطه كمان يا كابتن، حتى لغه تقييم اللعيب باحرازه الاهداف قلت شويه في العالم، يعني طبعاً. انا في اعتقادي نجاحه في المباراه ديت ما كانش على مستوى الهدف اكتر منه على مستوى الاسيست. تفتكر كم اسيست عمله القفشه؟ اول دقيقه طالع بدماغه حاططها القفشه، اسيست تاني، احرازه الهدف، فامكانياته الفنيه ده في وقت فضل. في وقت يا هاني برشلونه كان كل لعبه على سواريز وحاطط لعب الراجل، يعني لما جه بيمشي ميسي كان يعني ما كانت هيموت طبعا، لان هو عارف هو قوته ايه ومحطه لعب بالنسبه لهم ازاي وهداف وبيعرف يربط مع ميسي ازاي وبيعرف يربط مع الثلاثه اربعه اللي جايين من تحت ازاي. فهي برضو دلوقتي مش معنى ان انت ما بتجيبش اهداف يبقى انت مهاجم وحش، ما انت ليك دور تاني، وبعدين الاهداف دي هتيجي. مظبوط، اصل الاهداف هتيجي. يعني انا يمكن انا بقول لك يا هاني ان بواليا الحقيقه الجول بتاع بيراميدز جول 100% هدف صحيح 100% اللي اتلغى ده،
يبقى انا بقى احسب له بقى ان هو الهدف بتاع الدحيل والهدف بتاع ما احنا حمدنا ربنا انه مش اوفسايد ثالث. يعني مش المريض. الحمد لله. يفرق معاه الهدف ده ازاي في المباراه اللي جايه يوم الثلاث؟ هيخليه بيلعب بترجيس اكتر وبريلاكس اكتر. يعني بهدوء اكتر. لانه خلاص اللي عايزه حصل. هدف هو عايز كان بس يهز الشبكه بس وهو لابس فنيه النادي الاهلي. بس بعد كده خلاص هتلاقي الامور بقت هاديه جدا وهيلعب بدون ضغوط، لان الضغوط اللي كان هو حاسس انه جه النادي الاهلي وحاسس جماهير النادي الاهلي وحاسس الميديا النادي الاهلي واعلام النادي الاهلي وحاسس كل ده هو كان حاسس بيه. فبالتالي كان عايز يطلع من الامم اللي هو فيه ده ويخلص منه، فهو خلاص خلص منه وعرف انه كده ولبس الفرنت الحمراء وسجل بيها اهداف. اكيد مليون في الميه هيلعب ريلاكس اكتر، تركيز اكتر، وبرؤيه اكتر، وهيسجل ان شاء الله بالنسبه للماتشات ان شاء الله. ده على مشوار النادي الاهلي الحمد لله. يعني انا اتفق معاكم ان كانت مباراه مهمه على مستوى صداره النادي الاهلي للمجموعه وبدايه مشوار، لسه المشوار طويل يا كابتن، ولسه داخلين ان شاء الله على دور الثمانيه، فالمشوار طويل، لكن واضح من خلال تصريحات موسيماني من خلال تركيز اللعيبه ان شاء الله باذن الله مشوار العشرة الاهلي يتوج بيه، لان عايز يروح كمان ويذوق حلاوه كاس العالم بالزبط. كمان هو واللعيبه، هو طبعا اللعيبه اولهم، هو اللعيبه. النقطه يا كابتن هاني ان هم دلوقتي يعني الدور ده اتلعب فيه 7 مباريات، لان في مباراه لسه ما اتلعبتش، مباراه الوداد. الوداد اذا في 7 مباريات، السبع مباريات اعلى نتيجه هي نتيجه النادي الاهلي 3-0 بالظبط. يعني السبع مباريات فرقه اللي يكسب واحد اثنين اللي سجل في 2-1 في 2-0 في 1-0 في 1-1 في 0-0 في الكلام ده كله الا 3-0. وفي فرق كبيره، الهلال اتغلب طبعًا. عندك الزمالك اتعادل مع مولوديه الجزاء، سيمبا كسب فيتا كلاب، كان في مفاجاه. كله الا ان في نتيجه وصلت لهيفي سكور 3-0 دي برضو بتدي دل او بتدي انذار للفرق. يعني النادي الاهلي ستيل او لازال هو الفريق المرشح الاول لهذه البطوله ان شاء الله. باذن الله. في سؤال كنا طرحينه مع بداية الحلقة عن محمد صلاح، هل تفضل حضرتك أو حضرتك الاستمرار محمد صلاح مع ليفربول ولا حان وقت الرحيل؟ السؤال ده هنعرف إجابات حضراتكم فيه بعد ما نروح للفاصل، وفرصة نعرف برضو رأي كابتن رمضان السيد وكابتن فتحي نصير بعد الفاصل في البيت الكبير. في ناس كتيرة جدا شايفة أن محمد صلاح عمل كل حاجة مع ليفربول، في ناس تانية شايفة لأ، نفسها تشوفه في ريال مدريد في تجربة جديدة. في ناس، في يعني ناس من اللي شاركت معانا النهاردة على إجابة السؤال ده تقول لك لا، ليه ما يروحش برشلونة؟ ليه؟ فالنهاردة أنت بتتكلم، إحنا طبعا بنفكر حضراتكم بالسؤال اللي طرحناه في مع بداية الحلقة وموجود على صفحات قناة الأهلي كلها على فيسبوك وإنستجرام وتويتر زي ما أنتم شايفين. بيقول هل تفضل استمرار محمد صلاح مع ليفربول أم رحيله مع نهاية الموسم؟ خلونا نستعرض معكم بعض الإجابات ونبدأ من تويتر. أحمد مصطفى كان بيقول بقاؤه ليصبح من أساطير ليفربول ويحطم العديد من الأرقام. عبد الله قال استمراره طبعا. في كمان يا سام على الفيسبوك علي طه بيقول نفسي يروح برشلونة والله وحلف يعني. محمد زكي بيقول لا يروح ريال مدريد. يعني علي طه برشلونه ومحمد زكي ريال مدريد. هو على حسب هو بيشجع مين فعلا. في علي يحيى برضو على الفيسبوك بيقول يا كابتن شمس ليفربول بدات في الغروب واتمنى تغيير الوجهه الى مدريد. ده بيقول ان ليفربول المستوى شويه قل والتالق بتاع السنتين اللي فاتوا او الثلاثه اللي فاتوا بدا يقل وهو عايز يغير أو محمد يروح الوجهة القادمة تكون ريال مدريد. طيب على انستغرام أستاذ سعد السيد قال يرحل إلى الريال أو المان سيتي. ده وجهة نظر أستاذ سعد. بالنسبة لزياد لبيب فقال رحيله برضو، قال لي رحيله إلى الريال أو برشلونة. كابتن فتحي، يعني هو أنا شايف إن هو لو رحل لأي نادي داخل إنجلترا هيفقد كتير. هيفقد جماهيريته كتير. هيفقد جماهيريته كتير لانه عنده جماهير دلوقتي، فجماهير الانجليز مع انجليز ويعني هتبقى العمليه. لكن هو لو خرج بره والفرقتين التانيين وقعوا دلوقتي
يعني برشلونه وريال مدريد مهما كان اسمه. طب حضرتك تفضل يخرج ولا يعني مبدئيا كده يكمل في ليفربول ولا السنه دي حظهم في خط الظهر هو وحارس المرمى بعد طبعا فان دايك بعد اصابه فان دايك عندهم مشكله طبعا كبيرة. عندهم مشكله عندهم وحارس يعني هي دي اللي اثرت على الفرقه دي. الفرقه دي فرق بطولات لكن انهارت باحد عناصر القوه فيها اللي هو خط الظهر وحارس المرمى مش موجود، فبالتالي صلاح بيدفع الفاتوره دلوقتي، هو بيسجل اهداف بيدفع الفاتوره. لكن انا شايف قرار صعب، هيبقى صعب على صلاح. صعب على صلاح طبعا صعب على صلاح. وبعدين لو راح على احد الفرق الانجليزيه مهما كان الفرق دي، مان سيتي او اي فريق او الفرق المتصدره دي، هيفقد، لان الانجليز يعني عندهم حته الغيره صعبه جدا جدا، ان كل ليفربول ده هيبقى ضده، هينقلب ضده مو صلاح وكده، هيروح فين دول؟ والتانيين ايه؟ فهيفقد، هنا هيبقى الصراع. مع ان كان يعني كان في تعاطف كبير جدا من حتى جماهير تشيلسي مع تألق محمد صلاح في ليفربول، والتجربه مش هقول التجربه الصعبه اللي مر بيها من خلال وجوده في تشيلسي وعدم ومورينو ما كانش مقتنع. الامور اتقلبت 180 درجه، ان كل من ينتمي دلوقتي للكوره في من خلال كل الانديه في البريمير ليج عارف قيمه صلاح. لكن النقطه اللي بتتكلم عليها كابتن فتحي، طموحات جديده لصلاح، يعني ممكن جدا وانا بفكر ان انا البريمير ليج عامل ارقام اكتر من رائعه، هل الانتقال للليجا من خلال برشلونه او ريال مدريد تجديد طموحات، عايز يلعب في دوري مختلف، عايز يحقق ارقام جديده في بلد جديد زي مثلا رونالدو ما انتقل الى الدوري الايطالي بعد تالقه مع ريال مدريد، هل ممكن ده يكون فكر محمد صلاح؟ هو فكره، بس لازم يختار بقى فريق قوي، لان الفرقتين دولت واقعين فين هم دلوقتي من الدوري. ما انا برضو مش عايز اروح اديه فريق واقع وهو يقع معاه، يعني هيتظلم معاه. وبعدين حتى حضرتك قلت فيهم انه جينا يا كابتن رمضان جاي من تشيلسي، بس كان جاي من تشيلسي مظلوم. مظلوم في تعاطف، فهو الناس متعاطفه معاه، فلما ظهر في ليفربول عالي قوي في ليفربول، فحسوا يعني فقرروا ان هو كان مظلوم هناك، مش زي دلوقتي هو عامل انجاز في ليفربول. يعني عمل انجازات كتير في ليفربول طبعا، فهو لازم الحاجات دي ما ينساهاش بسرعه. وهل هيقدر يعمل زيها في المان او هيعمل فيها في ريال مدريد او في برشلونه ولا كده؟ هي دي العمليه صعبه، السنه دي صعبه له. يعني صعب انه يفكر يتنقل السنه دي. هو كمان انا يعني في نقطه مهمه جدا بموضوع تشيلسي، الحقيقه هو كمان اخلاقيات صلاح الجميله الحقيقه في المباريات اللي سجل فيهم ما كانش بيحتفل، والجمهور شايل له دي، وفي نفس الوقت هو جمهور تشيلسي عارف ان هو ماشي مظلوم، ولما لمع بالشكل دوت لا كله تعاطف معاه مليون في المية. لكن انا بالنسبه لحته انتقال محمد صلاح الحقيقه انا في رايي انه ما ينتقلش، لان انا النهارده انا ميسي في ليفربول وانا نجم كبير قوي، وانا نجم الجماهير هناك نجم لامع كمان وفي نفس الوقت يعني في عنصر من العناصر الرهاني اعتقد انت تعرفها كويس قوي، وكفات هيعرفها كويس قوي، عنصر الثقه. انا النهارده نجم وعندي ثقه في نفسي وبعمل اي حاجه، والحته دي ممكن يفتقدها. دي اللي انا كنت اتكلمت، يمكن سهام فكرت مر بنفس الظروف مع اختلاف طبعا الانديه. يعني كنت بلعب في كازا لاوتن، كان من الانديه الكبيره في المانيا بس مش بايرن ميونخ. كان جالي عرض في ايطاليا من جنوا الايطالي. النقطه اللي حضرتك بتتكلم عليها ديت هي اللي خلتني يعني لا ارفض العرض، لان كان عندي رصيد كويس قوي في الكره الالمانيه ومن خلال ادائي مع كازا لاوتن، فكنت حاسس بالامان بمعنى اصح. بالظبط. لكن انا لو ارجع بيا الزمن هروح واجرب الكره الايطاليه، لان يعني انا مش عارف ممكن صلاح يفكر فيها ازاي، بس انا اقول رايي على المستوى الشخصي، انا اتمنى صلاح يروح. انا مش يعني انا فان برشلونه، بس انا ريال مدريد الانسب، لان ريال مدريد اعتقد السنه اللي جايه كمان هيكون ليها شان غير السنه دي، يعني هيكون متقدمه. برشلونه عندها شويه مشاكل ماديه كتيره جدا وبتبني فرقه. نفسنا نشوف صلاح في الليجا بطموحات جديده بشكل جديد بكره جديده، ده على يعني رايي الشخصي. يعني انا بتكلم في النقطه دي، ونقطه مهمه جدا الحقيقه. محمد صلاح النهارده هو نجم فرقته، وهو كمان مثلا ممكن موسى كمان يبقى كابتن ليفربول الحقيقه، ودي طبعا حاجه كبيره جدا طبعاً. وانا النهارده هروح تجربه قرار صعب في ريال مدريد، او هروح تجربه في برشلونه. يعني انا الكابتن فتحي علق دلوقتي حاجه صح 100%، حته ان الاثنين واقعين
الفرقتين واعيين، وكمان ايه ده مش واعيين كمان فنيا، ده برشلونه كمان واقع ماديا يعني ماليا كمان، هو برشلونه طبعا مش هيقدر يعمل صفقات طبعا، ومبلغ صلاح مش قليل، مبلغ صلاح مش قليل طبعا. فلا انا في رايي ان صلاح يفضل في ليفربول، واعتقد ان هو يعني ممكن يبقى ايقونه ليفربول بعد كده، ويبقى حاجه يعني الناس مش هتنساه طبعا. خالص 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 أكيد. طيب هو طبعا اللي في ايده القرار في النهايه، طبعا واحنا طبعا يعني احنا نشجعه في اي حته يروح، طبعا بقى يروح يعني هو انا بقى يعني انا برشلونه يعني. كتالوني بس لو راح لريال مدريد طبعا خلاص بقى بقيت ريال مدريد. هتشجع برشلونه برضه؟ لا ريال مدريد اي حته يروحها صلاح. انا عارفه هيشجع برشلونه برضه الا صلاح. المهم الا صلاح، احنا عايزين نرجع بقى مصر ونتكلم عن الدوري شويه، ونتكلم عن ابرز النجوم اللي تالقوا في الدوري الى الان، مش بس في الاهلي. يعني احنا في الاهلي طبعا عندنا محمد شريف ظهر بشكل كويس، محمد شريف ظهر بشكل كويس جدا، كهربا ظهر بشكل كويس جدا لحد دلوقتي، في ناصر في الجونه، عمر حمدي اتحاد سكندري، ساسي في الزمالك، عندنا نجوم بارزين جدا في هذا الدوري. كابتن رمضان مع من يعني في اسماء تانية؟ يعني بن شرقي طبعا، بن شرقي انا بعتبره من اللعيبه المميزين جدا في الدوري المصري الحقيقه، ولعيب بيصنع انت عارفه ايه، بيصنع الفارق في كل كره بيستلمها. يمكن هو السنه دي اقل من الموسم اللي فات، لان هو داخل في مشاكل برضك ان هو يجدد ما يجددش مش عارف ايه الحاجات دي. لكن في لعيبه الحقيقه فعلا ظهرت، عمار حمدي ده لعيب لعيب سوبر الحقيقه يعني طبعا اتحاد اسكندري يعني لعيب اولا برضو من اللعيبه اللي عمل تطوير في ادائها. يعني عمار كان لعيب بلاي ميكر ومش عارف الحاجات دي كلها، ويلعب بس في الحته اللي في العمق دي، النهارده بيلعب باك يمين وبيأدي بشكل قوي جدا جدا مع الاتحاد السكندري، بيلعب جناح لا عمار برضك من اللعيبه اللي اثبتت وجودها. في شادي الحقيقه، شادي حسين في سيراميكا هيبقى من المهاجمين الجامدين جدا في الكره المصريه، لان برضك عنده كل حاجه، عنده يا كابتن فتحي القوه، وعنده السرعه صحيح، وعنده المهاره، وعنده التسديد، وعنده بيلعب بدماغه، فبرضك ده بيبقى من المهاجمين الاقوياء في الدوري المصري. كابتن فتحي بالنسبه لعمار لانه لعيب مهاري. طالما اللعبه كابتن رمضان تتواجد فيه المهاره، سهل يلعب في اي مكان طبعا، سهل يلعب طبعا في اي حته، وبينجح في اي مركز بيلعب فيه، لان هي الكره مدوره، هي كره واحده في المباراه. اما الكره تكون معاه، مطلوب من اللاعب ايه؟ ان الكره دي بيستخلصها من الخصم، بيعرف يستخلصها من الخصم، طب خدها معاه هيعمل فيها، يتصرف فيها صح، يا اما يمررها للزميل او بيراوغ عشان يمرر او يروح عشان يسدد، فهو بيعمل كل الكلام ده، او يبني هجمه بيها، او يصنع فرصه لتسجيل هدف زي ما حصل في هو سجل هدف كتير طبعا يعني بيراميدز ده من انا في رايي من افضل الاهداف اللي شفتها السنه دي. اذا اللعيب اللي المهاري عنده القدره انه يعمل الحاجات دي كلها، وبالتالي يبقى من لعيب عادي. اي لاعب نقدر نقول عليه، لان في لعيب بيبقى بدني بس لقوته ولياقته مساعداه ان هو يؤدي، في لعيب بيعتمد على خبراته، لعيب قديم وواقف كده وبيلعب، وفي لعيب اللعيب المهاري هو ده اللعيب اللي لا يفقد، زي الذهب ما يفقدش بريقه، يبقى في اي مكان وفي اي مركز وفي اي وقت وفي اي توقيت يقدر حاضر ينجح، حاضر وموجود وكده. فدي من اللعيبه اللي احنا نقدر نقول عليهم. فلما كابتن رمضان بيقول لك على بن شرقي لان ده لعيب مهاري عنده القدره، بعد شويه عن الكوره لكن ستيل لسه ريحه المهاريه او الكوره موجوده معاه، افكت على الجول وخطر على الجول وتحركه، بصوا ثقته في ضربات الجزاء، ضربات ترجيح، الحاجات دي بتحس ان هو لعيب واثق من نفسه. فطبعا هي اللعيبه دي موجود، ما نقدرش برضو نقول ان في طبعا مع محمد شريف في النادي الاهلي من الناس اللي هتزيد، في عندنا احمد ابو مسلم برضو، احمد شديدي ناوي، احمد لا انا شايف انه برضو عامل موسم رائع مع المصري، وبعدين ان هو برضو سنه يعتبر كبير، احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان مع سيراميكا، مع سيراميكا برضو عامل كل، لا اما بيسجل لا اما يجيب لك ضربات جزاء، معنى انه يجيب ضربات جزاء يعني اذا كان هيسجل، اذا هو رايح للجول كتير طبعا. في لعيبه اللي هي اللي زي دي اللي هي بتسمع، اما بقيه اللعيبه اللي بتلعب ماتش وتقل ماتش وكده، في حراس مرمى برضو ظهروا كويس،
حارس مرمى اسوان، حارس مرمى المحله من ال وفي عامر عامر في السيراميكا وفي وفي كذا حد. احنا بنقول على الاسوانيين عامر قديم عمر واحد مصري طبعا برضك عامل برضك عامل هو في يعني انت عارف ايه علي ماهر بيثق فيه وكان شغال معاه في الاسيوطي فهو الولد كمان بيبقى مع علي ماهر حاجه سوبر زاد قوي كمان طبعا طبعا تعلقه في الفتره اللي فاتت بشكل كبير جدا برضو الحته اللعيب المهاري هاني الحقيقه بيفرق في ايه بيفرق يعني مثلا انا بتكلم مثلا في نادي الزمالك مثلا امام عاشور وساسي مظبوط لا في فرق في فرق جامد يعني مثلا امام في التسديد وقوي ومش عارف ايه والحاجات دي كلها وبدني والحاجات دي كلها صحيح. لكن التاني بفكر ايه بيتحكم في رتم اللعب بيعمل لك مهاره مختلفه حاجه سوبر برضو ساسي الحقيقه طب على مستوى الانديه حمدي فتحي وحمدي طبعا برضو حمدي ما شاء الله ثبات لا لا حمدي ما شاء الله يعني على مستوى الانديه كابتن فتحي توقفت عند النتائج السلبيه للمقاولين ايه اللي بيحصل للمقاولين؟ هو في فرق يعني ما هي نفس اللعيبه وما فقدش لعيبه كتير يعني في بعض اللعيبه خرجوا اثنين يعني ما طبعا الجزيري هو لا مش هيأثر في الماتش ما هو كان بيلعب هو لغايه دلوقتي لسه ما نقول من ماتش يعني على الاقل لعب معاهم سبع من مباريات او ثمان مباريات يعني برضه ما يعني ما كانش الفارق وطاهر كان معاهم برضو بس ما كانش بيلعب كتير في الفترة اللي هم كانوا يعني فيها التفوق فيها اللي حصل لفرقة المقاولين دي أولا كلهم لازم التعامل لا هو ناقص بدني ولا ناقص مهاري لأن الفرقة بتسيطر يا كابتن هاني زي واليا كده إن احنا بنقول مش ماشية مع الفرقة مش ماشية هنا مش لاعب بقى ده الفرقة كلها وبدليل على انهم متمسكين بيه اداره المقاولين متمسكه كابتن عماد كابتن عماد لان عماد برضو من المدربين الكويسين وعمل الموسم اللي فات موسم رائع يعني رائع طبعا وبنفس اللعيبه بنفس الامكانيات بنفس كده يعني انك فرقه تقع منك كده يعني في فرق الاثنين مثلا نقول المقاولين وبنقول الاسماعيلي ولاد العم ما هم الاثنين ما الاسماعيلي برضو وقع بس الاسماعيلي له اسباب اسباب تغيير الاجهزه الفنيه مفيش العناصر الموجوده مفيش ما نهاش الموسم الماضي زي المقاولين ما كانش عنده يعني طب ناخد من المقاولين ممكن يكون تفسير ان المقاولين داخل يعني برضو حاسس انه عمل موسم جيد الموسم اللي فات وحتى خروجه من الكونفدراليه يمكن كان بصعوبه شويه رغم يعني الظروف الصعبه اللي مروا بيها وكابتن عماد النحاس بكورونا هل تحس بداية الدوري ما كانش بهذا التركيز الكافي وبدأت العملية انت عارف يا كابتن رمضان الخسارة بتجيب خسارة طبعاً بتجيب طبعاً احباط طبعاً طبعاً فما لحقوش يلموا نفسهم في الوقت اللي احنا بنتكلم في تقريبا 11 او 12 اسبوع هل دوت تأثير التفوق السنة اللي فاتت ووجودهم في المربع الذهبي داخلين الدوري مش بنفس الانتنشن يعني وبنفس احنا التركيز احنا عشان كده هاني الحقيقة بنتكلم على النادي الاهلي فارق كبير جدا طبعاً كبير جدا على مستوى يعني الشخصيه يعني انت راجع مثلا من مركز برونزيه وبتلعب مثلا مباراه مهمه مع المريخ ولا حاجه خالص خرجوا بره الفرح دوت وبره البرونزيه وبره وركزوا انا بحاول احلل شخصيه اللعبه طبعا اللعيب نفسها لكن الكلام اللي بتقولوه صح يعني سواء كابتن رمضان او كابتن هاني اللي بتقولوا عليه ده صح خروجهم وبعدين صدفت معاهم ايه ان هم جات لهم الكورونا خدوا 5-6 مع الحراس مع المدربين يعني مدنا حازم برضه بعد فتره لخبطه الكورونا مع خساره ماتشين دايما الاصابه بتجيب اصابه والخساره بتجيب خساره والمكسب يجيب مكسب والفلوس تجيب فلوس ويعني يعني الثقه في الاداء بتيجي كل مباراه هم لعيبه المقاولين كل حاجه فاقدين الثقه كل حاجه بتجيب حاجه فاقدين الثقه بدليل بتجيب شبهها عارفه ازهار بدليل ان كابتن فتحي ان عماد النحاس يعني استسلم يعني هو قدم استقاله من 3-4 ايام قبل المباراه اللي فاتت وهي اترفضت الاستقاله لكن هي انا حاسس ان لعيبه المقاولين مش هي دي الثقه اللي كانوا بيلعبوا بيها الموسم اللي فات تحس ان مش ادائهم ومش الروح بتاعتهم ومش النتائج طبعا لان الهزيمه بتجيب هزيمه طبعاً. لكن انا يمكن الاسماعيلي بقى عاوز اروح له في حاجه الحقيقه يا هاني كابتن فتحي
الاسماعيلي احنا كنا بنقول ان هو متعاقد مع لعيبه قليله قوي ولاعيبه مستواها بعيد خالص. اعتقد مباراته مع الزمالك عاملين اداء ولا اروع الحقيقه، اداء غير يعني انا اقول لك حاجه، اول مره من اربع مواسم اشوف الاسماعيلي كويس وبيلعب الكره بتاعتهم كمان، الكره الحلوه، الكره الحلوه. يعني اعتقد ان هي لو الاداره صبرت على مدير فني زي الراجل الموجود ده واديته بقى فتره ان يشتغل فيها، اعتقد هيرجعوا اقوياء جدا. لان اتضح ان لا ده عندهم لعيبه على مستوى عالي جدا. لعيب مصر يا كابتن للاسف هو ليه ما بيلعبش كده غير قدام الزمالك وقدام الاهلي ويجي قدام مش الفرق الوحشه لكن الفرق المتوسطه. هو المدرب متغير، المدرب ده يعني لسه جاي بقى له ثلاث ماتشات بس. طبيعي بقى له لسه ثلاث ماتش ليه. واضح واضح بصماته الفنيه. طبعا واضح واضح. هو بيتكلم كابتن رمضان، كابتن هاني بيتكلم في نقطه مهمه جدا. بيتكلم في ايه؟ ان ليه ما بيلعبوش غير قدام الزمالك قدام الاهلي بهذا المستوى. طيب ما هو ليه الماتشات الفرق الثانيه طبعا هي لها لها ايه؟ ان اللعيبه تركيزها بيعلى قوي مع الفرق الكبيره. ليه مع الفرق الكبيره؟ لان المعرض السوق كل واحد بيعرض نفسه، كل واحد عايز يثبت نفسه. انا لعيب دلوقتي جاي لسه شاريني جديد فعايز اثبت وجودي للفرق الثانيه، عايز ازود سعري. هزود سعرك امتى؟ في المباريات المشاهده، مشاهده مباراه الزمالك. يعني مباراه الزمالك التيود غلط يا كابتن. ده مش هي دي الكوره دلوقتي، الاحتراف اللي احنا فيه ده او الاحتراف الوهمي اللي احنا فيه، مش الاحتراف الحقيقي. مفيش محترف بيفكر بهذا الاسلوب ان انا لا 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 بس انا بحط لها، انا حاطط لها نسبه كبيره يا كابتن فتحي. الملايين عامله كده، انا حاطط لها نسبه كبيره الحقيقه. لان هم حتى برضك في السنين اللي فاتت لعيبه الاسماعيلي بيلعبوا اهلي او بيلعبوا زمالك او بيلعبوا انديه كبيره برضك ما بيقدموش المستوى ده خالص. انا بتكلم على مباراه الزمالك. انا بتكلم على مباراه الزمالك في خلال الاربع ايام دول. لا المدرب ليه بصمه كبيره جدا جدا جدا. يبقى انا بتكلم على كده، حتى لو النتائج له بقى فرصه، حتى لو النتائج مش مظبطه لغايه ما الراجل ده يشتغل معاهم فتره، اعتقد هنشوف فرقه الاسماعيلي بمستوى عالي جدا جدا. اكيد اكيد ان شاء الله. تغيير المدربين نتكلم عليه، تغيير المدربين وكابتن مختار مختار واللي حاصل يعني برضو كان شيء غريب جدا كابتن فتحي. بالنسبه ل ظاهرة لسه ظاهرة تغيير المدربين تاني رجعت للدوري. حتة ظاهرة تغيير المدربين دي هي موجودة في مصر بكثافة وتقلدنا من الخليج. الخليج عندهم الحكاية دي، يعني منطقة الخليج تغيير الأجهزة الفنية باستمرار يغير، ما فيش ماتشين ثلاثة ما تلاقيش المدرب. يمكن احنا هنا صبرنا شوية بس. أنا برضو ضد التغيير السريع، ضد التغيير غير المدروس، ضد التغيير اللي هو انفعالي لنتيجة مباراة، لنتيجة مباراتين، لتصرف مدرب. من الأصل مين اللي اختار هذا المدرب؟ الإدارة. أنت نفس الإدارة اللي بتاخده ومدين له كله اللي أنت عايزه واللي أنت واللي أنت واللي أنت، وبعدين مرة واحدة تلاقي الثقة فقدت. يعني شوف أنت إدارة المقاولين دي تدرس على أساس مستربة. إنها ثابتة، الراجل بيقول لهم لأ وهو ثابت رغم ان هو تمسك بكابتن عماد. لكن تغيير المدربين الفرق الثانيه انا شايف ان ده سريع. وفي قرار من الاتحاد هم بيقول لك ان المدرب اللي هو يترك نادي مش بس ان هو اللي يكون سايب ما هو بيبقى ما يروحش يشتغل في نادي ثاني لو تمت اقالته يشتغل. ينفع طبعا الفريق. ما هو هيقول هو هيقول للنادي انتوا مشوني انتوا مشوني عشان ان انا تديني فرصه بعد كده اشتغل. يعني ان كده بس هم ليه متسرعين؟ يعني احنا تسرع كابتن محمد يوسف، كان في تسرع ان هو برضو محمد قدم استقاله محمد يوسف. طبعا أوكي. هو يعني جابوا خالد جلال، جابوا خالد جلال. يعني برضو مع انه عامل نتائج في الاول جيده جدا طبعا يعني. لا والنتائج انتوا لسه صاعدين، يعني انتوا فرقه لسه صاعده، ويعني مش بتلعبوا ضد اي فرق، انتوا بتلعبوا ضد فرق كبيره ونتائجكم ما هياش بالسوء لان انتوا مثلا ما جبتوش نقطه ولا بتاع والكلام ده كده. صحيح. طيب نيجي الكابتن مختار لما كان في الانتاج. في الانتاج وجه الكابتن حماده، ما هو برضه الكابتن حماده مش قليل والكابتن مختار مش قليلين. اذا المشكله هنا في الفرقه نفسها، فكان لابد ان يكون هناك صبر ان انت ما تغيرش بسهوله. كابتن مختار قاعد معاهم ثلاث سنين دلوقتي مع نتائج هايله. مستغرب يا كابتن فتحي كابتن رمضان. طبعا يعني انا برضه نادي كابتن رمضان زمان لما كان 36 مش كده؟ 36
كان وقتها نادي كان نادي شو فاكر ازاي؟ عايزه تعليق حضرتك يا كابتن رمضان برضه. الحقيقه يعني انا يمكن بختلف برضك شويه في حته اداره نادي المقاولين. انا لما هاني يجي لي المدرب ويقدم استقاله وفي انهيار مش ده المقاولين بيخرج من كاس مصر بتروجيت 3-1 بيخرج من بطوله الكونفدراليه في الدوري طبعا يعني ماشي بشكل سيء الحقيقه. انا لما اجي في موقف زي كده لا ما تقوليش بقى ان الاداره موقفها صحيح قابل الاستقاله طبعا طبعا لان انا كمدرب انا رحت قلت لك ان انا يعني هي مش ماشيه معايا مش خلاص انا مش قادر اكمل. فلما توصل للانهيار يا كابتن فتحي انهيار. طب هل انا كاداره نادي المقاولين هستنى يا كابتن فتحي لغايه ما الفرقه تنزل درجه ثانيه؟ لا. طب هسال حضرتك سؤال، هل في المواقف اللي زي ديت والطبيعي ان انت قبل ما بتتعاقد معايا بتقعد معايا يعني بتقعد انا بتكلم على مجلس اداره وبتكلم على مدير فني بتقعد بتحط اهداف للخطه او للمشوار اللي انت عايزه، هيحصل دروب في المشوار دوت كابتن عماد النحاس هيقعد مع مجلس الاداره ثاني ويشوفوا هل من الممكن في الفترة اللي جاية يبقى فيه تغيير في الأوضاع الفنية ده من خلال رؤية الكابتن عماد النحاس؟ يعني ياخدوا ويدوا معاه في الكلام. انت رؤيتك يا كابتن عماد احنا متمسكين بيك، لكن انت شايف ان الفترة اللي جاية ممكن الدنيا تقف على رجليها وممكن التارجت يتغير. انت كان التارجت بتاعك انك تبقى في المربع الذهبي، لا طب نتيجه للظروف دي التارجت بتاعنا انك تقعد في الدوري وتبدا تشتغل على مشروع جديد لفتره معينه. طب ما انا اقول لك حاجه هاني، في مشكله كبيره قوي كمان ان انت دلوقتي ما فيش انتقالات. انت انتقالات في الصيف هيكون المسابقه خلصت. فاذا انت حلولك على اللعيبه اللي عندك يعني انت الحلول اللي موجوده دلوقتي على اللعيبه اللي انت بتمتلكها القماشه دي. هي افكار يا كابتن رمضان بعد اذن حضرتك هي افكار في ايه؟ احنا دلوقتي هناخد الفكره بتاعتك انك انت طالما قدم استقاله نقبلها ما نثبتش، بس دي وجهه نظر. طب ما كابتن مختار قدم استقاله وقبلوها وجابوا الكابتن احمد صدقي ولم يتغير شيء؟ يعني لا بس انا هقول لك حاجه، يعني في حاجه مخفيه في موضوع المختار. هو مش استقال. امال ايه يا كابتن رمضان؟ لا يعني تمت اقالته. رغم ان هو كان عنده يا سهام قبل ما يقال عرض من الاسماعيلي ورفضوا ده رفضوا عشان احتراما للعقد. كويس هنمشي في الكلام ده. هم مشوه وبعدين جابوا الكابتن احمد صدقي، الوضع لم يتغير. اذا المشكله مش مشكله مدرب لا كابتن مختار العناصر ولا مشكله الكابتن اللعيبه ولا مشكله الكابتن اللعيبه كابتن فتحي، المشكله في اللاعبين. ما انا بتكلم على كده. لا ساعات الاداره بقى بتعالج انها ما تغيرش مدرب لانها عارفه المشكله في اللعيبه. يعني انت فاهم يعني انا وجهه نظري ايه لما بقول الاداره بتفكر في كده؟ هي بتفكر في حلول. حتى كابتن فتحي لو انا واصل لانهيار ما هو انهيار بيبقى مختلف يعني دايما الانهيار بيوصل على فكره في مثال اديه لحضراتكم قبل ما نطلع فاصل الاسهام ان وادي دجله اداره وادي دجله قد ايه صبرت على المدرب اليوناني يمكن السنه اللي فاتت النتائج كانت وحشه صبروا كتير جدا تاكيس جونيور تاكيس مدرب على المستوى الفني بيقدم كره حلوه لكن على مستوى المضمون نتائج بس صبروا لفتره طويله جدا لما حصل تغيير جابوا نفس المدرسه ونفس اسلوب اللعب فده اسلوب اداره بيغير التارجت ساعات يعني ممكن جدا يبقى انا هديك فرصه واثنين وثلاثه على اساس انك تغير النتائج على الاقل فده ما بيحصلش بس قعدوا فترات طويله يعني انا في اعتقادي يمكن كابتن عماد النحاس ما عادش هذه الفتره الطويله او سنه قدها بشكل كويس فانا في اعتقادي على فكره الفكره انك تدي له فرصه وتغير التارجت طب اقعد بس السنه دي في الدوري. انا وانا بتكلم كده في على موضوع الاداره والحاجات دي انا عماد النحاس بعتبره المدربين المميزين جدا طبعا مش على هم متمسكين بيه يا كابتن رمضان برضه هندي امثله بس بنتكلم يعني. في حاجه انا واصل لنتائج كابتن فتحي يعني في قلق على المقاولين العرب يعني في انت النهارده المقاولين العرب قبل الاخير او حاجه كده عكس الموسم اللي فات كمان انتاج نفس الانتاج برضك نفس القلق والاسماعيلي في قلق
وفي فرق كتير طبعا وادي دجله كمان طبعا وادي دجله لكن لسه في امل طبعا لسه في امل لسه في امل بعد الفاصل نكمل بقى حكايه الامل دي مع الكباتن الكبار مشرفينا في البيت الكبير. واحنا بنتكلم عن الازمه المثاره حاليا الحقيقه هي ممتده من الموسم اللي فات، فكره تغيير المدربين واكيد ده بيسهم بشكل او باخر وبشكل كبير في جزئيه استقرار كمان اللعيبه والنادي. ده حصل مع الكابتن مختار زي ما كنا بنتكلم مع الانتاج وفتره طبعا يعني استقرار الفريق لمده 3 سنوات، ومن ثم بيدخل الكابتن حمادة صدقي مع الكابتن عماد النحاس اللي قدم استقالته ورفضت افتكر. مش عايزين كمان نغفل فكرة الكابتن فتحي وكابتن رمضان، فكرة المدربين الشباب وغزوهم للدوري الممتاز السنة دي، كابتن احمد سامي، سموحة، عبد الحميد بسيوني مع طلاء الجيش، كابتن علي ماهر، رودا شحاته، علي ماهر في المصري، هيثم شعبان، طبعا ممتاز الحقيقه. عايزين نتكلم برضه جيل تاني، ما هو ده جيل غير الجيل الاولاني. يعني جيل الكابتن مختار اللي هو الجيل الكابتن مختار، كابتن حلمي طولان، الاجيال كابتن طارق العشري، كابتن طلعت يوسف، المجموعه دي الكبيره، كابتن حسام حسن، ده جيل. في جيل اللي بعدين اللي هو جيل علي ماهر وبرضه كابتن علي ماهر وناجح مع المصري ومقدم ودلوقتي في مربع الذهبي ما شاء الله. وبعدين برضه سموحه ماشيه كويس، واحمد سامي برضه من الاجيال، ورضا شحاته. يعني رضا شحاته انا بالنسبه لي عامل لغايه دلوقتي هو مفاجاه الدوري بالمركز بالامكانيات اللي عنده وحقق حاجه عظيمه بصراحه. يعني والظاهره ان كل اللعيبه اللي بنقول عليهم دول كلهم يعني من خريج مدرسه الاهلي، يعني لو نتكلم على علي ماهر او رضا او احمد سامي او مثلا عندنا على عبد العال برضو كان اصلا نادي الاهلي، وكان احمد كشري اسوان، وكان احمد كشري اسوان برضو اهلي، يعني كل ده من خريج مدرسه حسام حسن، وكل دول مدرسه الاهلي يعني. بس دايما بنتكلم يا كابتن على لو انت برضو مدربين شباب مقارنه حتى بال يعني مدرب لايبزيج يوليان عنده 33 سنه. عايزين كمان هو الشباب عندنا في مصر عندهم 60 سنه حاجه و50 يعني فدي ده مدرسه مدرب الشاب ويبقى عنده 55 سنه. انا اشكك فيها كابتن رمضان، ده سيستم برضو بيخص زي ما بنتكلم على قطاع الناشئين وازاي نبني ناشئين، كمان ازاي نطور مدربين من الصغر، يعني مش من الصغر، من اول ما يعني يوصل عامه هم بيكون لعيبه كوره وبيشتغلوا مدربين، اول ما يوصل لسن الاعتزال نبدا نعدهم بالشكل الافضل عشان يكون عندهم امكانيات انه يمسك حتى على مستوى المنتخبات كمان. ودي حاجه مهمه جدا، يعني حاجه مهمه جدا. انا النهارده لو الجيل اللي هو موجود حاليا دلوقتي وعامل نتائج ايجابيه، انا لو جيت مثلا بعد نهايه الموسم في كل نادي مثلا رحت بعته مثلا في بعثه مثلا انجلترا، المانيا، اسبانيا، يعني هيرجع في اولا في جديد في الكوره كل اسبوع في جديد، يعني الكوره على طول ما بتثبتش، فالمدربين دول هيطوروا نفسيهم وهيبقى هتلاقي يعني تجديد. مثلا موسمين ثلاثه هتلاقي في مدربين على مستوى عالي جدا 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 موجودين طبعا في مصر. لازم يتعدوا. كنت في الاتحاد الافريقي طبعا وكان ليك باع كبير جدا. طبعا كان في مشاريع لتطوير المدرب الافريقي عامه مش المدرب دي المصري دي بس، كانت موجوده قبل احمد اما جاء احمد طبعا كان ماسك الاداره الفنيه كابتن شطه، وكنا احنا محاضرين، انا محاضر في الاتحاد الافريقي من سنه 92، فكنا لفيت القاره في الدورات والمدربين وشهادات قبل ما يكون في رخص وكده، شهادات سيرتيفيكيت يعني شهاده تدريب لمدرب وكده عشان تصنع مدربين، وكنا بنعمل توأمه مع الويفا مع الاتحاد الاوروبي. الاتحاد الاوروبي بنروح ايطاليا ونروح فرنسا مع الاتحاد الاوروبي، بيجمع مدربين افارقه مع مدربين اوروبيين ويحصل اندماج وكده، كانت في حاجه يعني حاله موجوده. كل ده من ايام ما جاء احمد طبعا لما لغى الاداره دي ولغى مع كابتن شطه والظروف دي كلها،
فالموضوع ده مات، حال المدرب المشروع ده مات، كل المدربين والدنيا دي كلها ماتت. انا بس عايز كابتن هاني سامع يعني كابتن رمضان طبعا كابن ابناء النادي الاهلي اطمن جمهور النادي الاهلي بخبر برضو حلو ان احنا عندنا احد اللعيبه المصابين اللي هو الكابتن محمود متولي، ده كان عمل صليبي، يوم الحد اللي جاي عنده اجتماع مع الدكتور احمد عبد العزيز، لان كده هيكون كمل 6 اشهر. ونحمد الله سبحانه وتعالى ان هذا اللاعب بكفاءته وامكانياته، وكان شغال مع هو مع كابتن علاء شاكر او الدكتور علاء شاكر او الساحر علاء شاكر الساحر علاء شاكر، امكانيات غير طبيعيه، راجل متمكن ما شاء الله. قدروا انهم التسع اشهر دي بقت 6 اشهر، وهيبدا ان شاء الله بعد ما فرقتنا ترجع من سفريه افريقيا من تنزانيا يبدا يتمرن مع الفرقه بدون اي احتكاكات فعلا. يعني مش محتاج 3 اشهر كمان يا كابتن فتحي. احنا بنزف هذا الخبر لان كان في احد القنوات ذكرت ان هو فاضل له 3 اشهر. لا هو مش فاضل له 3 اشهر، هو اللي هو خلص الحمد لله الجرعه بتاعته، وهو ما شاء الله في معنويات عاليه دلوقتي وبدنيا، وبدا يجري في النادي. طب الحمد في الفتره اللي هم كانوا في المعسكر فيها كان بيروح يجري لوحده وبيتمرن لوحده يعني عشان يجري في الملعب، لكن في التمرينات هو موجود. فانا بس حبيت ان انتوا اول ناس تكونوا لان متوقع لعيب هايل بيلعب في كذا مركز، سيرد باك وسط ملعب، وللاسف اتعور في افضل حالاته كمان. هو من نوعيه بنون ان هو بيبني هجمه، ان هو الهادي اللي ما تشعروش بيه في الملعب. كورته كويسه، فوتبولر، اللعيبه اللي وانت طبعا مركزك عارفه انت كابتن هاني ده فاكره، فانت عارف كده. انا بس حبيت يعني عشان تبقى الحلقه نختمها بحاجه حلوه. حلو ده، مش محتاج 3 شهور تانيين يا كابتن فتحي. لا لا لا، زي ما بيتقال يخش بقى تدريجي خلاص. بتيجي بقى رؤيه الجهاز الطبي والجهاز الفني في الحاله ديت. خلاص هو بيعتبر يعني ياخد ان شاء الله الدكتور احمد عبد العزيز يطمنه على الحاله الطبيه، ويبدا بقى تجهيزه للمباريات سنه سنه. يعني مش هنقول ان هيلعب الاسبوع اللي جاي، لكن هياخد ممكن يعني هو بيسيبه فتره كده من غير التحامات. بس مر نفس التمرين يعني يجري نفس الجري، ياخد احساس الملعب ويشوط وينط وكل الحاجات دي يعملها بيزنس ان هو الالتحامات او الاحتكاك او الاشتراك مع يعني الحاجات اللي فيها منافسات. طبعا دي هتاخد لها نقول 3-4 اسابيع، تاخد لها شهر، وبعد كده ممكن يبقى جاهز يا كابتن. حلو ده، في سمول سايد جيم، المباراه الجيم الصغير والحاجات دي كده، وان شاء الله يبقى احد برضو النادي الاهلي ابنائه بداوا يرجعوا له كلمه تودوها. نرجع كمان نفد كمان يعني ونفد قرب صح نفد قرب يعني خلاص ان شاء الله يقوم بالسلامه باذن الله. عايزه كلمه سريعه في اخر دقيقتين يا كابتن رمضان للفريق النادي الاهلي قبل اقلاع الطائره بكره باذن الله. تحب تقول ايه يا كابتن؟ يعني انا بقول لهم طبعا ان انتوا اولا رفعتوا رؤوس كل الاهلاويه الحقيقه في كاس العالم للانديه، واعتقد ان انتوا عملتوا رجعتوا بالبرونزيه، وده شرف لكل الاهلاويه الحقيقه. وفي نفس الوقت حتى المباراه اللي انتوا لعبتوها في اول مباراه تلعبوها في المجموعه تكسبوها باداء وبسكور كمان. اعتقد ان احنا منتظرين منكم ان شاء الله باذن الله ان احنا كمان نروح المباراه الثانيه ان شاء الله نرجع بتاتا بونت، واعتقد لو رجعنا بتاتا بونت ان شاء الله يبقى حسمنا فعلا تصدرنا المجموعه دي ان شاء الله. يا ريت يا رب. كابتن فتحي، حاجه انتم متعودين عليها فاكيد بتحبوها واكيد هتحافظوا عليها، وطالما هتحافظوا عليها يبقى مش مطلوب. يعني النادي الاهلي او جمهور النادي الاهلي ما عندوش غير المكسب والمكسب والمكسب المكسب. فطبعا اكيد انتوا جربتوها الفرقه دي، الجيل ده جرب بقى خلاص، جرب كل حاجه، جرب المكسب وجرب كاس العالم وجرب كل الكلام ده، ودقتوا الكحكه ودقتوا التورته، فاكيد عاوزين التورته تاني ان شاء الله باذن الله. في تبقى فضيه بقى التورته بقى اللي جايه دي، تبقى فضيه بقى يا كابتن ان شاء الله. هي واحنا الدوره دي لو احنا بعدنا يا كابتن فتحي عن بايرن ميونخ هي القرعه يا كابتن رمضان. انا قلت كده والله بعد ما رجعنا، انا قلت كده الاجمالي الاجمالي هي نصفت بالميرس يعني حتى بغض النظر عن يعني عن كل حاجه.
اولا كان وجودنا في كاس العالم شرف كبير جدا لمصر وافريقيا، ان النادي الاهلي بيمثل مصر وافريقيا، وشرف لينا اكبر ان احنا على منصات التتويج من خلال البرونزيه. واعتقد جماهير النادي الاهلي بعد مباراه نادي الزمالك والفوز بالتاسعه خلاص بدا مشوار العشره يا اهلي، واحنا دايما بناكد ان شاء الله مشوار العشره يا اهلي بدا مع المريخ ان شاء الله باذن الله بالتوفيق ليهم يوم الثلاث اللي جاي. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا يا كابتن، بنشكرك شكرا جزيلا كابتن فتحي، نورتنا وشرفتنا كالعاده. جدا ان انا مع كابتن فتحي طبعا قيمه كبيره جدا، واحنا بنسعد بيك يا كابتن فتحي، استاذنا زي كابتن فتحي، نورتنا وشرفتنا في البيت الكبير، وان شاء الله نشوفكم اكيد بعد نجاحات ان شاء الله النادي الاهلي المستمره ان شاء الله باذن الله. شكرا كابتن فتحي، شكرا كابتن رمضان، ان شاء الله يوم الاحد نشوفكم والفريق في تنزانيا. زي ما قلنا لكم مع بداية الحلقة دي، بكل صغيرة وكبيرة تخص فريق النادي الأهلي، قبل مواجهة وأثناء مواجهة سيمبا وبعد مواجهة سيمبا التنزاني، إن شاء الله يحققوا نتيجة، وبإذن الله نقول لهم ألف ألف مبروك يوم الثلاث. يوم الحد نشوفكم في حلقة جديدة في البيت الكبير. صباح على خير.